مساء الخير على حضراتكم، ان شاء الله يوم جديد من البريم وهنكون معاكم. واكيد طبعا تحليلنا الفني لمباراة اليوم، مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني، واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. وبكده طبعا مجموع المباراتين بيؤهل النادي الاهلي للدور قبل النهائي، بيصعد لهذا الدور لملاقاة ايضا سان داونز اللي ايضا صعد لهذا الدور. وبالتالي ماتش هيكون قوي ما بين الفرقتين. طبعا عارفين ان الفرقتين هما افضل، يعني من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر متابعي كرة القدم الافريقية الحقيقة، هما افضل فرقتين في افريقيا الحقيقة، في الكرة وفي افراد كمان وفي امور كتيرة. يعني حالة الاستقرار كمان للفرقتين دول بالذات مختلفة عن فرق كتير من خلال المدير الفني واستقراره هنا في الاهلي وايضا في سان داونز. وبالتالي هنشوف مباراة جيدة ومباراة قوية ما بين الفرقتين في الدور قبل النهائي. عندنا كلام كتير عن اللقاء الحقيقه في الامور الفنيه. هيكون معايا الكابتن محمود ابو الدهب، كابتن احمد فوزي هيكونوا معايا في الجزء الثاني من الحلقه. وايضا عندنا بعض الاخبار الخاصه بالانديه المصريه واستعدادها للاسبوع الخامس في الدوري الممتاز ان شاء الله، من خلال طبعا تواجد الكره المصريه واستمرار مباريات الدوري. خلينا نبتدي مع حضراتكم باهم الاخبار. خلينا نبتدي بمباراة الأهلي وسيمبا. هي 8 فرق بيشاركوا في الدوري الأفريقي، وهم أفضل 8 فرق من حيث التصنيف طبعا. الاتحاد الأفريقي هو اللي عمله خلال طبعا التوزيع الجغرافي، وبالتالي الأهلي هو بطل أفريقيا. وبنتكلم سيمبا من أحد الأندية القوية الحقيقة في أفريقيا، ولكن لما نيجي نبص من وجهة نظري الشخصية، أنا زعلان النهاردة على نتيجة اللقاء، لأن إحنا كنا متوقعين إن النادي الأهلي النهاردة أو فريق النادي الأهلي النهاردة يكسب فريق سيمبا بسهولة. مفيش حاجة طبعا بتيجي بسهولة، لكن أنا بتكلم على الإمكانيات اللي موجودة بالنسبة للاعيبة النادي الأهلي، والنتيجة الإيجابية الكبيرة الحقيقة برضو اللي حققها 2-2 في تنزانيا. وإن كان يقدر النادي الأهلي هناك كمان يحقق نتيجة الفوز بعدد كبير من الأهداف. وبالتالي توقعنا من خلال الأداء في تنزانيا أن أنت تيجي هنا في ظل الوجود الجماهيري الكبير الحقيقة، والتشجيع الجميل والجو الجميل الحقيقه في استاد القاهره، والشكل الرائع اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه كده، وجمهور النادي الاهلي العظيم والكبير الحقيقه، وتواجده يعني طبعا مسانده فريقه، وفي نفس الوقت دعم القضيه الفلسطينيه. ده يوم انا بشوف كرنفال، وكان فرصه للاعيبه النادي الاهلي النهارده انها تستمتع باللقاء بامكانياتهم الكبيره، لان امكانيات كل لاعب الحقيقه جوه النادي الاهلي افضل بكتير من اي لاعب في سيمبا، عشان بس نبقى متفقين. وبالتالي ان انت تكسب بنتيجه جيده كان هو الهدف. ممكن ايه الاسباب اللي خلت الشكل كده، او يعني النتيجه ما تبقاش حاله فوز؟ اعتقد ان كان في استسهال برضو زي ما حصل هناك في تنزانيا، برضو كان الى حد ما بعض الاستسهال ان انت هتكسب الماتش او هتطلع بنتيجه ايجابيه. النهارده برضو ان انت نازل ممكن هتطلع بنتيجة إيجابية، وعشان برضو ما نبخس حق الفريق الآخر، هم اشتغلوا بشكل مميز جدا ولعبوا بشكل رائع، وهم اللي أحرزوا الهدف الأول كمان. وبالتالي أنت اللي رجعت للمباراة من خلال التعادل الإيجابي 1-1. الغريبة إن إحنا يمكن عندك في دكة البدلاء بنتكلم عدد كبير، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، رضا سليم، ياسر ابراهيم، طاهر محمد طاهر، كريستو، امام عاشور، احمد نبيل، كوكا، صلاح محسن، مودست، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح. الا ان كولر النهارده بالرغم ان انت مثلا ما كنتش كسبان او اتعادلت بعد كده، الا نزلت مودست بس. انت محتاج انك تكسب، فلازم يبقى في حلول اكتر من كده. لكن هو التغييرة الوحيدة اللي حصلت النهارده من الكولر للاعبين في الملعب وتغيير مودست فقط، خروج طبعا كهربا ونزول مودست. ايه الاسباب بقى اللي حصل؟ يعني تفكير الراجل راح لكده ليه؟ وهل هو ده المتاح ليك انك عشان تزود عدد الاهداف او
تكسب يبقى هو ده التغيير الوحيدة، برضو بشوفها انها قصور شوية من مستر كولر في إدارة اللقاء النهاردة، بالإضافة طبعا اللاعبين النهاردة ما كانوش في أفضل حالاتهم من خلال اللقاء. خلينا نروح لكابتننا الكبير كابتن خالد جد الله اللي كان معايا بالأمس واتكلمنا الحقيقة عن اللقاء، ويمكن كابتن خالد جد الله شرح امبارح واحنا بنتكلم اللقاء بحذافيره النهاردة زي ما حصل تماما، وبالتالي يهمني أخد رأيه ما بعد بقى اللقاء، وعلى أرض الواقع شفنا فريق سيمبا اللي قدر يتعادل مع النادي الأهلي أو النادي الأهلي يتعادل معاه هنا في القاهرة، ولكن طبعا نتيجة اللقاء تؤهل النادي الأهلي للدور قبل النهائي. كابتن خالد تحياتي لحضرتك يا كابتن. تحياتي ليك يا فاروق. ازيك يا كابتن؟ أخبارك يا كابتن؟ كله تمام؟ والله الحمد لله كله تمام. طيب احنا اتكلمنا امبارح يا كابتن عن الماتش وقلنا ان النادي الأهلي يهمه المكسب والمكسب كبير، وتوقعنا ان ممكن يبقى في مكسب كبير إلا في حالة واحدة، يعني إذا كان النادي الأهلي مش في حالته أو يعني الأمور الخاصة باللاعبين مش في حالتهم، وفي نفس الوقت طبعا لو الفريق الآخر كان ماشي بسيناريو هو عايز يطبقه. راي حضرتك في اللقاء وشفته ازاي يا كابتن برضه؟ والله احنا امبارح الحلقه، انا اولا عايز احييك على الحلقه بتاعت امبارح لان انت طلعت مني فنيات كتيره جدا يعني عن طريق الاسئله الحلوه اللي انت كنت بتسألها. الله يخليك كابتن. واتكلمنا على الماتش بشكل مفصل جدا سواء في النواحي الدفاعيه او الهجوميه بالنسبه للفرقتين، وقلنا ان فرقه سيمبا نقدر نقول ان هي فرقه متوسطه والفوارق الفنيه ما بينها وما بين لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا، والنادي الاهلي طبعا المفروض ان هو كان يعمل عرض احسن من كده والنتيجه احسن من كده. صحيح. ولكن لحاجتين انا اتكلمت فيهم معاك امبارح، نمره واحد اهدار الفرص، ودي كانت في المباراه الاولى واتكلمنا فيها امبارح وقلنا ما ينفعش لعيبه بتلعب في النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي يبقى في عملية استعجال وإهدار فرص ممكن إن هي تحسم لك أي لقاء أنت تكون محتاجه. مظبوط. وقلنا برضو امبارح إن اللعيبة الكويسين زي اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي سواء كهربا، حسين الشحات، بيرسيتاو، رضا سليم بيقدروا يجيبوا أهداف من أنصاف الفرص. فما بالك لما بتكون فرص حقيقية وتضيع، وده شفناه برضو النهاردة نفس العيب في إهدار الفرص. تاني حاجة التركيز، اتكلمنا امبارح برضو ان لعيبة النادي الاهلي لازم الماتش مش سهل، مفيش ماتش يتقال عليه سهل، لازم نسبة التركيز تبقى عالية. واضح من النهاردة ان هم برضو نازلين بيفكروا في الماتش اللي جاي وبيفكروا في ماتش سان داونز ولقاء سان داونز اللي جاي، ودايما برضو في حتة انت اكيد تحسها فاروق، دايما لعيب الكورة بيبقى حاسس بالفرقة اللي بيلعب قدامها هو احسن منها ولا هم اقل منه ولا هم احسن منه. اه صحيح. فكان من الواضح ان لعيبه النادي الاهلي شايفه ان المستوى الفني بتاع فرقه سيمبا برضو يطمنهم ومش ما ادوش اهتمام كبير بالنسبه للقاء. فدول حاجتين كانوا مهمين جدا اتكرروا. ويمكن انا بس عشان في حاجه عشان ما انساهاش، يمكن من حظ النادي الاهلي الاداء النهارده هو الهدف وصلنا له، الهدف اللي طبعا انت توصل ان انت بتوصل للدور القادم. انت وصلت له نجحت في كده. ولكن العرض اللي هو ما اقنعش جماهير النادي الاهلي ولا اقنعنا المستوى اللي احنا شفناه. يمكن كويس ان جه في الماتش ده قبل ماتش سان داونز طبعا، لان انا بعد الاداء بتاع النهارده انا عارف متاكد 100% ان الاربع خمس ايام اللي جايين قبل يوم الاحد قبل ماتش سان داونز هيبقى في شغل تاني وهيبقى في تركيز تاني وهيبقى في اهتمام بشكل كبير جدا لقوه المباراه وقوه المنافس اللي احنا هنلعبه التاني. طيب كابتن خليني اسالك بس سؤال مهم جدا، انا سالته لك امبارح، التشكيل وبعض اللاعبين اللي ممكن حضرتك كنت بتقول المفروض يلعبوا منهم رضا سليم، ده ما حصلش النهارده، هل ده اثر على الشكل الفني لاداء النادي الاهلي الهجومي بالذات؟ طبعا قفشه لعب، انت يمكن كنت حضرتك كنت قلت لي امام عاشور كان هيلعب امبارح بس على النهارده لو سليم 100%. لو سليم 100%، لكن هو أيه. واضح ان امام لسه ما زال مصاب يعني. ايوه اتفضل يا كابتن. اتكلمنا امبارح قلنا ان مش من المنطقي، كان في كلام ان مودست هيبتدي وكهربا يقعد، وقلنا مش منطقي ان كهربا يقعد. صحيح. والنهارده كهربا كان برضو من احسن الناس في الخط الهجومي وقدر ان هو يحرز هدف تعادل. بالنسبه لرضا سليم قلنا برضو مش المنطقي ان هو ما يبتديش، ده راجل لعب الماتش اللي فات كان بره ارضك ادى شوط هايل على اعلى مستوى واحرز هدف هايل، مش من المنطقي ان انت تيجي تقعده. طب انت لعبته على اساس ايه الماتش اللي فات وجيت النهارده بعد ما تالق في الماتش بتيجي بتقعده؟ الحاجات دي على فكره بتفرق في نفسيه اللعيبه بشكل كبير جدا. يعني ما ينفعش انا اكون بادي وعامل
ماشي بشكل كويس ولاقي نفسي قعدت بعد كده. ممكن تعمل مشاكل على اللونج ران، ممكن تعمل مشاكل في نفسيه اللعيب. وجود النهارده بيرسي تاو، احنا امبارح اتكلمنا حسين الشحات وبيرسي تاو، قلنا رضا سليم لازم يبتدي، وكهربا مفيش فيه مشكله طبعا ان هو لازم يبتدي، وقلنا بيرسي تاو او حسين الشحات، قلنا بيرسي تاو على اساس ان هو كان وحش الماتش اللي فات، وانا عارف اقتناع مدى اقتناع مستر كولر بيرسي تاو، مقتنع بيه جدا، حتى لما يعني عنده ثقه فيه كبيره جدا. ضيع كوره غريبه قوي يا كابتن الصراحه، برده نفس الكلام كوره ضيعها. فهو ابتدى كده امام عاشور، مروان عطيه كابتن برده يعني، يعني هو ابتدى بيه النهارده. اتكلمنا امبارح انت قلت لي كوكا ولا مروان عطيه، قلت لك ما يفرقش لاي حد من الاثنين يكون موجود. تمام، ولكن برضو عمليه الروتين يعني ما ينفعش برضو ان انا ابعد لعيب قوي وبعدين اجي او ملعبه مره واحده. لازم برضو رجليك تكون موجوده يعني. النقطه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها، امام عاشور اتكلمنا امبارح قلنا لو سليم 100% يفرق معانا جدا في نص الملعب لما يكون موجود، ولكن من الواضح ان هو يعني حتى ما اشتركش في لان هو الراجل ما بعد اللقاء اتكلم على الحته دي، قال لك شويه بيبقى سليم شويه بيعرج، فهو خايف عليه برضه يا كابتن، فبالتالي طبعا احسن حاجه ان هو ما يلعبوش. انت عندك ماتشين ماتشين جامدين جدا كده، يبقى طالما في سبب، طالما في سبب مقنع يبقى تمام او تفكير مظبوط. انت كلمتني امبارح كريم الدبيس ولا علي معلول، قلنا علي معلول لان هو عنده حلول شويه في النواحي الهجوميه نتيجه خبرته، وقدر ان هو يعمل اسيست النهارده في الجون اللي جابه كهربا بشكل كويس قوي. صحيح. فالامور قله التركيز بتاعه اللعيبه النهارده، اهدار الفرص. على فكره النادي الاهلي مستحوذ على الكوره بشكل كبير جدا طول اللقاء. بس في لقطه عجبتني كابتن، في نقطه ما عجبتنيش انا اسف، لما ابتدى سامبا ياخد الكوره ولاعيبه النادي الاهلي ابتدت تنزل تحت الكوره، لو تفتكر في نص ملعب النادي الاهلي ابتدوا هم ينقلوا كرة علينا لو تتذكر الوقت ده، ويمكن انا كلمت حضرتك قلت لك بص بقى يعني كنا بنتكلم مع حضرتك وقت المباراه ان ده ما ينفعش ان النادي الاهلي يكون هو محتاج انه يفوز ويبقى هو اللي بيدافع في وقت من الوقت ان شاء الله حتى لو خمس دقائق او عشر دقائق، لانك انت محتاج انك تفوز، فعايز انت اللي تضغط مش تنزل تحت الكوره وتبقى انت موجود في نص ملعبك. هنا النقطه هسالك فيها كابتن، ودي النقطه المهمه، التغييرات يعني انت برضو تغييرة واحدة مودست او كهربا مودست مكان كهربا، وبالتالي انت عندك زي ما تقولت في البداية رضا سليم كان ممكن ده تنشيط هجومي رهيب. لو بنتكلم كريستو برضو من احد اللعيبة الكويسة، طاهر ليه ما غيرش كم التغييرات اللي احنا ممكن نشوفها في كل مرة لتدعيم خط الهجوم او ان تحسين الاداء الهجومي يا كابتن؟ هو زي ما احنا بنتكلم ان اللعيبه النهارده ما كانتش في يومها والاداء ما كانش مقنع بالنسبه لنا، برضو المدير الفني بتيجي عليه احيان ما يكونش مقنع، هو النهارده تفكيره خانه او يمكن الوقت خده او الخوف من الماتش، لان الماتش بقى جينا بعد ما جابوا فينا الهدف، بعد ما جابوا في النادي الاهلي الهدف، لا يعني انت حسيت ان ممكن النادي الاهلي يخرج يعني. طيب. فضل ربع ساعة وممكن نخرج من الفرقة دي، كانت هتبقى مشكلة. طيب. يمكن التفكير والرابكة اللي كان فيها أثرت على تفكيره وعمل تغيير هو المفروض اللي ما يتعملش خالص، يعني مودس ده المفروض ما يلعبش خالص. يعني هم نزلوا آخر أربع دقايق اللي هيعمل إيه؟ يعني تغيير أنت عايز تطلع كهربا، كان في حل أحسن من كده، يا أخي دخل بيرسيتا ولاعبه راس حربة ونزل رضا سليم الراجل اللي جاب لك جون الماتش اللي فات وعامل ماتش كويس جدا. انت جبت مودست نزلته اربع دقائق والراجل واضح ان هو مش قادر يجري. ويمكن انا في مداخله معاك قبل كده، مداخله او مداخلتين معاك في البرنامج، اتكلمت على مودست، قلت ده حله هو مش هيجي، احنا جايبينه متعاقدين معاه سنه واخد فلوس قد كده، مش هنقعد نختبره كل ماتش وماتش يعدي عليه وماتش يعيا وماتش يلعب شويه، لا مش هينفع، عايزين نستفيد منه. فهو حله واضح ان هو مش لائق بدنيا، لازم يبقى فت بدنيا، لازم يلعب له ثلاث اربع ماتشات وديين ياخد حسيه الماتشات وبعدين يبتدي يلعب. ده انا عامل له ماتشات وديه خاصه ليه هو كمان يعني. طبعا طبعا ياخد حسيه الماتشات وفتنس الماتشات، انما هتلاعبه وهو بالحاله دي
جمهور النادي الاهلي مش هيقبله بعد كده. يعني هيبقى في جمهور النادي يعني الاهلي عايز، بالرغم ان هو نزل وقت قصير يا كابتن، لكن فعلا يعني تلاقي رد الفعل مش حلو يعني مش حلو الجماهير. مظبوط بالظبط، هي الحركه بس، تحس ان الحركه تقيله، الستارت بتاعه عشان يروح سبرنت تقيل، مفيش يعني مفيش حاجه ممكن ايجابيه وعملها، لان الوقت برده كان ضيق جدا بالنسبه له كمان يا كابتن. لا انا ما بتكلمش والله 4 دقائق مش مقياس ليه النهارده، لا انا بتكلم على اشتراكاته قبل كده برده، هو لعب ماتشين ولا حاجه حاجه كده. هو ما ينفعش يلعب وهو مش فت، لان جمهور النادي الاهلي مش هيستحمله بعد كده بالصوره دي. لازم جمهور النادي الاهلي يشوفه وهو في حاله بدنيه عاليه جدا عشان يقدر الراجل يطلع مستواه ونقدر نحكم عليه. لان كمان عامل السن اللي عنده 36 سنه ولا هيتم 37، يعني دي لازم ليها حسابات تانية. فانا كنت اتمنى لو هو عايز يغير هتطلع كهربا، وبرده ما كانش كهربا يطلع. يعني انا برده في يعني مش كهربا اللي يطلع، انت عندك عايز تطلع طلع حسين الشحات او طلع ترسي تاو ونزل رضا سليم، هيبقى تغيير منطقي ويقنع اي حد. طيب كابتن، ما بعد اللقاء مبروك للاهلي، بالرغم ان يمكن جماهير الاهلي زعلانه ان كانت حاسه ان فكره المكسب رايح جاي هو بالنسبه لمستوى الفرقتين هو افضل سيناريو بالنسبه للنادي الاهلي في ظل الامكانيات الموجوده، لكن احنا حققنا الهدف والاهلي حقق الهدف للوصول للدور قبل النهائي في بطوله يعني مدتها شهر. النادي الاهلي لو كسبها ان شاء الله ياخد مبلغ محترم، بالاضافه طبعا كتاب التاريخ جديد للنادي الاهلي. فكره مباراه سان داونز، وهي مباراة بتبقى بطبع خاص ومختلف الحقيقة عن أي مباراة أخرى، نتيجة المنافسة القوية ما بين الفرقتين والأمور الفنية اللي ممكن نقول متقاربة كابتن ما بين الفرقتين، بتشوفها بعد الأداء النهاردة هتكون عاملة إزاي في الماتش الجاي؟ المنافسة هتكون عاملة إزاي كابتن من وجهة نظرك في الماتش القادم؟ معرفش حضرتك أكيد تابعت برضو مباراة سان داونز اللي كانت مع بيترو أتلتيكو بعد ماتش الأهلي، وكان لو تفتكر لو حضرتك شفت الماتش طرد واحد سان داونز من اول دقيقتين في الدقيقه الثانيه تقريبا، ولكن تحس ان برضه ولا اثر معاهم يعني الحقيقه خالص. ايوه بالظبط. لا فرقه سان داونز فرقه تقيله ولعيبه كوره على مستوى عالي جدا جدا جدا. احنا بالنسبه لنا لعيبه النادي الاهلي لازم باذن الله الماتش اللي جاي مش كل واحد يبقى في حالته، لا ده يبقى ادى حالته مرتين ثلاثه. يعني ما يبقاش كل لعيب 100%، لا 200%. فرقه سان داونز فرقه كويسه جدا على المستوى الهجومي وعلى نص الملعب، لعيبه عندها خبره وحنكه في الاستلام والتسلم بتاع الكوره، ما تفقدوش الكوره. النهارده بينقلوا كوره حاجه، عارف الدايره لما كنا بنلعب 4-2 في النص، جات لهم وقت في الماتش مع بيترو اتلتيكو بيلعبوا كده اكنهم بينقلوا عليهم، ما بيفقدوش الكوره والكوره في رجليهم على طول، بيتحركوا من غير كوره بشكل كويس جدا. ده على المستوى الهجومي وعلى مستوى نص الملعب، ودي حاجه تقلق. فمحتاجين ان احنا نكون في احسن حالاتنا من من الناحيه البدنيه ومن الناحيه التكتيكيه والخططيه. ودايما قدام سان داونز لاعبتنا، انا من هنا يعني يا ريت كلامي يوصل، ما تتفرجش على الكوره وهي بتتنقل عليك، يعني ما تخليش عينيك تروح مع الكوره والناس بتتحرك تلاقيها تضربك وتتحرك. لان هم ما بيباصوش ويقفوا يا كابتن الحقيقه، لا خالص بيباصي يعني ويتحرك بيباصي ومش لعيب واحد. يعني تلاقي ثلاثه بيتحركوا للي معاه الكوره، صحيح. فبيبقى عنده الحلول السهله ان هو عنده فرصه واثنين وثلاثه ان هو ينقل الكوره، فبيبقى عنده احتماليه ان هو يغلط في الباص بتبقى قليله قوي. عندهم بقى في نفس الوقت عندهم مشاكل على مستوى خط الدفاع. هما طبعا بيلعبوا 3 سيرف باكات، بيلعبوا 3-4-3، عندهم باك رايت طبعا هايل، حاجه يعني بيقوم بواجباته الدفاعيه والهجوميه بشكل هايل، ولكن على مستوى خط الدفاع عندهم مشاكل. لو اتلعب عليهم بالريتم السريع بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي احنا عارفينه هنعمل لهم مشاكل كتيره جدا. طيب، ونقدر نوصل لكم. السؤال بالنسبه للماتش ده بالذات يا كابتن، وانت عارف يمكن سان داونز في ارضه الوضع بيبقى مشكله كبيره، اللعب بالطريقه المناسبه هو الاهم. تضغط عليه هناك يا كابتن وتضغط عشان الفكره حضرتك بتتكلم عليها اللي هي عندهم مشكله في خط الدفاع، فهل تضغط عشان تقطع الكوره في المنطقه الخطره وتقدر تجيب هدف فتحطهم في موقف صعب، ولا يعني لان خلي بالك اخر ماتش ما بين الاهلي وسان داونز كان كولر يعني كان بيلعب جيم مفتوح فتعرضنا لهزيمه صعبه، فهل الماتش ده التعامل معاه ازاي في الشكل الخططي والتكتيكي بالنسبه للماتش
هو الاول هيكون هناك في على ارضه، والماتش الثاني عندنا في القاهره ان شاء الله كابتن. الهدف يبقى من الماتش الاولاني ان انت تطلع باقل الخسائر، مش معنى كده ان انت تخسر، يعني تمام. ممكن تجيب تحرز هدف باقل الخسائر. بمعنى ايه؟ ما ينفعش تلعب الماتش اللي جاي دون ان انت تضغط عليهم من قدام من نص ملعب، لا ما ينفعش. نمره واحد لازم نلعب زوم من نص الملعب. تمام؟ ونمره اثنين لازم يكون هناك تقارب ما بين الثلاث خطوط بتوعنا، ما يبقاش فيه مساحات ما بين الثلاث خطوط يقدر يستثمروها في النقل والتمرير والباس والتحرك من غير كور. نمره ثلاثه فرقه سان داونز خطورتها كلها من العمق. مش من على الاطراف، هما بيبتدوا اللعب دايما يطلعوا الكوره بره ولكن ما بيخترقش من بره، هو بيطلع الكوره بره عشان يحرك الديفنس بتاعك تمام، وبعدين ينقل الكوره على في العمق ويبتدي من هنا هو التحرك بدون كوره والوان تو هات والشغل ان هما بيوصلوا للجون من العمق. فمهم جدا ازاي نقفل العمق. وانا معاك كده ممكن نزود حد يعني من وجهه نظرك كابتن، ان انت بدل ما تلعب باثنين زي النهارده كده مروان عطيه وقالد يانج تحط التالت في نص الملعب مثلا كابتن. بالظبط كده، ثلاثة ويكونوا امام مش يعني يكونوا قدام الديفنس في نص ملعبنا واحنا بندافع، يكونوا قدام الديفنس ودايما حتة العمق اللي قدام السدباكين المنطقة دي لازم تبقى متراقبة، اللعيبة اللي موجودة فيها تتراقب كويس، وزي ما بقول لك عشان نلعب قدامهم كويس ما فيش حد فيهم يباص الكوره وتلاقي لعبتنا بتبص على الكوره، لا بص على اللعيب اللي انا بلعب معاه، سيب الكوره تتحرك عشان ما تخطفش ويتحرك من ظهري ويقدروا يعملوا لنا مشاكل. باذن الله الاساس في اللعب يبقى الدفاع، كل ما يمر الوقت ما يجيش فينا جوان ده هيكون في مصلحتنا، ازاي نستهلك الوقت يعني ما تبادرش. قصدك يا كابتن افندم ما تبادرش يعني فكره المبادره قدام؟ لا لا ما في لا يعني المبادره لا المبادره هتبقى بقى في الهجمات المشتده، ان انت وقت ما تقطع الكوره ازاي الثلاثه اللي قدام اللي احنا بنلعب بيهم اللي هم بيمتلكوا سرعات وبيمتلكوا مهاره احسن من الثلاثه اللي بيلعبوا هناك في سان داونز ممكن نعمل لهم مشاكل بشكل كبير. الفرصه اللي تيجي نجيبها بقى يعني دي اهم شيء يا كابتن، يعني اكيد هتتيح ليك فرصه لازم تجيبها، دي مشكله احنا واجهناها في الماتشين بتوع سيمبا الحقيقه. طبعا لان مش هتتعوض، انت لو ما جبتش الفرصه اللي هتيجي ممكن ما تجيلكش غيرها. صحيح صحيح، نتمنى كابتن ان شاء الله التوفيق بقى للاهلي وحققنا الهدف الحقيقه، ايا كان يمكن انت بتبقى دايما جماهير نادي الاهلي حابه انها تكسب في كل المباريات سواء بقى بره او جوه، لكن الهدف اتحقق ان شاء الله في مباراه سان داونز يبقى الوضع مختلف والشكل مختلف. كابتن خالد انا بشكر حضرتك سواء امبارح او النهارده على تحليلك الفني للقاء قبله وبعده الحقيقه من خلال طبعا تواجدك معنا في او على التليفون في التوقيت الحالي. طيب اسمحوا لي نطلع لفاصل، هرجع بعد الفاصل هكمل مع حضراتكم كلامنا وايضا اخبار البريمو النهارده. طيب يعني خلينا نبتدي مع حضراتكم اخبارنا، ويمكن من ضمن الاخبار الخاصه بالدوري الافريقي وهي تاجيل المباريات الخاصه بالترجي ومازيمبي وايضا الوداد وانيمبا النيجيري، بالاخص طبعا انيمبا النيجيري والوداد، لان يعني تقريبا كان طياره انيمبا راحه على المغرب وما كانوش واخدين موافقات بهبوط الطياره في المغرب، وبالتالي رجعوا مره اخرى طبعا تاخير، فحصل ان الكاف اعلن عن تاجيل المباريات الخاصه ب بكره، وبالتالي ان شاء الله يوم الخميس القادم مباراه الترجي ومازيمبي هتكون الساعه 6 وايضا الوداد وانيمبا النيجيري هتكون في الساعه 9 مساء. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله الاهلي هيسافر يوم الخميس بعد بكره، والمباراه هتكون يوم الاحد ان شاء الله في جنوب افريقيا. طبعا فكره انك تروح لان مسافه طويله، خلي بالكم هي المسافه، خلي بالكم دلوقتي سان داونز لعب مباراته النهارده على ارضه، هيفضل موجود ومستني النادي الاهلي يجي له، فبالتالي المسافه اللي هيقطعها النادي الاهلي لجنوب افريقيا مسافه يعني كبيره. طياره خاصه ولكن طبعا السفر مده طويله، فبالتالي لازم يروح بدري شويه، فهو هيروح يوم الخميس، مباراه يوم الاحد، فان شاء الله كده اللعيبه طبعا ما عندوش غير بكره وبعده يتمرن هنا، وبعد كده هيروح لجنوب افريقيا، عنده هيوصل مثلا الخميس بالليل او الجمعه الصبح ايا كان بقى ميعاد الطياره، هيتمرن جمعه وسبت والمباراه الحد،
يومين هنا تمرين ويومين هناك في جنوب افريقيا تمرين ان شاء الله. طبعا الامور ما فيش تغيير فني او تكتيكي ممكن يكون موجود كبير في النادي الاهلي، لان كله معروف كله معلوم لدى اللعيبه، هو فقط شكل هيبتدي بيه الراجل، سواء بقى لو هو هيزود حد في نص الملعب عشان يقفل المساحات اللي بيستغلها الحقيقه فريق سان داونز بشكل رائع، او يشتغل بقى على الامور الخاصه بشويه جمل خاصه بالهجمه المرتده لو هيبتدي يلعب الزون ديفنس بالنسبه للنادي الاهلي. ايا كان الوضع نتمنى ان النادي الاهلي يبقى في حالته الطبيعيه في اليوم ده، ان شاء الله ان شاء الله عوده من جنوب افريقيا بمكسب او بنتيجه ايجابيه، لان ده مهم جدا عشان تقدر الماتش اللي هيكون بعديها على طول بايام قليله يبقى انت عندك حاله معنويه تقدر تكسب ايضا هنا في القاهره، والدعم الجماهيري ده مهم جدا. اعتقد ان النادي الاهلي النهارده وجود الجماهير ودعم القضيه الفلسطينيه وغزه كان مهم جدا، ان شاء الله الماتش الجاي يبقى عدد اكبر، نتمنى المسؤولين ان عدد اكبر بالنسبه لجماهير النادي الاهلي تبقى متواجده في الملعب في مباراه سان داونز ان شاء الله في القاهره. طيب مودست بقى اللي احنا كنا بنتكلم مع كابتن خالد الحقيقه عليه، ايا كان وضعه الحالي ايه، هو واضح انه بعيد 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 تماما، يعني انا بتفرج كده في الحركه بتاعته والستارت بتاع السبرنت بتاعه وانه يبتدي الجري عشان ياخد سرعه، لا يعني مش قادر لسه محتاج كتير. طبعا راجل جاي من نزله برد وقبليها كان بيتحضر عشان اصلا يلعب المباريات لانه كان بعيد عن التدريبات قبل ما يجي النادي الاهلي، فلسه قدامه شويه، لسه قدامه تدريبات قويه ومباريات لو اتعملت عشان مباراه وديه يعني عشان خاطر يجهز ده هيبقى شيء في مصلحته كتير يعني. ففي انتظار ان يبقى مودست في حالته الطبيعيه. خلال ده في برنامج خاص هيفضل موجود بالنسبه لمودست مجهزه كولر يشتغل عليه في الفتره القادمه عشان يرجع للحاله اللي احنا شفناها من خلال الفيديوهات اللي احنا شفناها لمودست حقيقه في اوروبا، سواء بقى في بروسيا دورتموند او الفرق اللي لعب فيها في اوروبا، وبالتالي ده اللي انت متخيله مع النادي الاهلي انك تشوف هذا اللاعب بالحاله التهديفيه دي بالقوه والسرعه اللي موجوده شفناها في الفيديوهات اللي احنا شفناها. طيب ايضا النادي الاهلي من خلال مراقبه الفرق في الدوري الممتاز، لجنه التخطيط دايما بتبحث عن الثغرات اللي ممكن يكون محتاجه يعني موجوده جوه الفريق، وبتبتدي تجهز الامور للمدير الفني ان انت مثلا انا عندك مشكله مثلا في الدفاع، عندك متولي ممكن بيتصاب كتير، فاحنا بنشوف لعيب في المركز ده ممكن يكون مناسب ليك. طبعا احد اللاعبين دول هو مدافع نادي زد محمد اسماعيل، بيراقبوا الموقف الخاص بيه والماتشات اللي بيلعبها مع زد في الفتره اللي فاتت، وما زال طبعا هيبقى في مراقبه وتحت النظر باستمرار لكل اللاعبين حقيقه، مش بتكلم على اللاعب ده فقط، اي لاعب هيتالق ويبقى كويس في مكانه في الدفاع اعتقد ان لجنه التخطيط بتبص بشكل قوي جدا على الدوري الممتاز، وبالتالي احد اللاعبين اللي ممكن يكونوا تحت نظر لجنه التخطيط في الاهلي هو هذا اللاعب محمد اسماعيل. بما ان النادي الاهلي صعد للدور القادم فكان في مباراه ما بين الاهلي والبلديه في الدوري الممتاز تم تاجيلها بناء على وصول النادي الاهلي للدور قبل النهائي في الدوري الافريقي. بالنسبه لنادي الزمالك الحقيقه وزي ما انتم شايفين كده في حاله من الهدوء والاطمئنان في التوقيت الحالي وترتيب اوراق، ترتيب اوراق كره القدم بقى ان كابتن عبد الواحد السيد هيقعد مع مجلس الاداره وجميع الاوراق الخاصه بقى بفريق الكوره، سواء بقى ما حدث في الفتره اللي فاتت من خلال عقوبات كابتن عبد الواحد السيد اداها للعيبه، طلباته من خلال مكافئات محتاجه في الفتره الجايه ومستحقات اللاعبين، من خلال كمان لائحه ممكن تكون محتاجه في الفتره اللي جايه وزياده مثلا عدد او الفلوس الخاصه بالمباريات بالاخص لو مباريات كبيره، دي امور ممكن تكون هتكون في الجلسه القادمه ما بين كابتن عبد الواحد السيد ومجلس الاداره، اللي النهارده الحقيقه كان عنده جلسه وديه. طبعا حتى الان الجلسه الرسميه هتكون يوم الاحد، مفيش جلسه خاصه بمجلس اداره نادي الزمالك هتكون موجوده رسميه الا يوم الاحد، النهارده كانت جلسه وديه ابتدوا يتكلموا بشكل بقى داخل النادي بشكل طبيعي عن الازمات والامور اللي ممكن في الفتره الجايه ياخدوا خطوات فيها، لكن يوم الاحد هيكون مجلس اداره رسمي هيجتمع بشكل رسمي يوم الاحد وياخد قرارات خاصه بالفريق والنادي بشكل عام. ايضا من خلال
الفتره اللي جايه والتعاقدات اللي ممكن تحصل بناء على فك القيد الخاص بنادي الزمالك ان المدافعين عندهم يعني حتى الان طبعا في ازمه في الدفاع بالرغم من وجود محمود علاء ورجوعه مره اخرى لنادي الزمالك، لكن مثلا واحد زي محمد عبد الغني بعيد عن مستواه، فمين اللي ممكن يكون بديل؟ يعني في حاله فك القيد هيكون نادي الزمالك بيبحث عن هذا المكان من خلال لعيب مميز في الدوري الممتاز، وخصوصا كمان ان عبد الغني عقده هيخلص في نهايه الموسم، وحتى الان بعيد تماما عن مستوى الحقيقه محمد عبد الغني اللي انا كنت شايف ان هو مبشر جدا اول ما ابتدى مع نادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ لغز الحقيقه وعلامه استفهام محمد عبد الغني انه كان بادي بشكل جيد جدا وكان يعني متوسمين فيه خير، انه احد اللاعبين المميزين الحقيقه سواء بقى بتلعبه في خط الوسط او تلعبه في مركز المدافع، لكن الحقيقه ابتعد عن المستوى الخاص به تماما في الفتره اللي فاتت. ايضا رؤى وعلاء احد اللاعبين اللي هيتم حسم امرهم في الفتره القادمه، خصوصا يعني ان رؤى برضه هيجدد عقده، محمود علاء برضه نفس الوضع، وبالتالي اسوريو هو صاحب القرار ان هو يدي الضوء الاخضر بقى لمجلس الاداره الجديد بتجديد العقد بالنسبه للاثنين. طبعا كابتن احمد سليمان كابتن حسين السيد هم المسؤولين عن ملف كره القدم، وبالتالي في جلسات هتكون موجوده ما بين اسوريو وكابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد بخصوص كل اللاعبين والامور الخاصه باللاعبين في الفتره القادمه. اداره نادي الزمالك بتدي كل الصلاحيات لاسوريو في كل التفاصيل الخاصه بالفريق، بتؤيد اي قرار ممكن ياخده في الفتره القادمه بناء على ان هو المدير الفني وهو صاحب القرار وهو صاحب الرؤيه داخل فريق نادي الزمالك، وبالتالي ده الكلام اللي صادر من جوه نادي الزمالك ان هم سايبين كل القرارات الخاصه بالفريق لاسوريو بما ان هو المدير الفني. سامسون احد بقى اللاعبين اللي ممكن يعني او المشكله اللي ممكن تواجه كره القدم داخل نادي الزمالك او المسؤولين عن كره القدم داخل نادي الزمالك بان اللاعب خلاص هم خدوا قرار والراجل واخد قرار اسوريو ان هو مش هيكمل مع الفريق. هنا المشكله انك هتمشيه ازاي؟ هل هتمشيه فياخد شرط جزائي وده حمل على الامور الماليه داخل النادي، ولا بالتراضي وبالتالي كل واحد بقى كده يشوف طريقه من غير اي مشاكل؟ لان نادي الزمالك حقيقه الفتره اللي فاتت كان عنده بعض المشاكل بعد فسخ بعض التعاقدات مع لاعبين ومدربين، وبالتالي بعض الاواضي اللي موجوده ما كانش ليها لزوم اصلا، وبالتالي هنا في بقى مفاوضات في الفترة اللي جاية مع سامسون بحيث ان هو يرحل بدون اي مشاكل او يرحل بالتراضي. منتخبنا الوطني وده خبر خاص بالمنتخب الوطني ان شاء الله عنده مباراة امام سيراليون في تصفيات كأس العالم، تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم. هتكون طبعا سيراليون الملعب بتاعها غير مطابق للمواصفات اللي بيحطها الكاف، وبالتالي كان عندها بعض البلاد اللي بتشوف ممكن انها تلعب الماتش فيها، وحطت بعض الاسماء اتحاد الافريقي منها ليبيريا، فالاتحاد الافريقي وافق على الاستاد الخاص في دوله ليبيريا. مصر هنا بتتحاول تتفاوض مع سيراليون انها تخلي الماتش بدل ليبيريا انه يكون في تونس، بحيث ان تكون الاجواء نفس الاجواء او قريبه شويه والملعب ممكن يكون افضل شويه. ده اللي بيعمله الاتحاد المصري لكره القدم في التوقيت الحالي. نجمنا محمد صلاح نجم طبعا كبير بيتصدر التشكيل المثالي للجوله التاسعه في الدوري الانجليزي، احد النجوم طبعا في الدوري الانجليزي وما زال ثابت على المستوى الخاص به، 7 اهداف حتى الان في الدوري الانجليزي، ان شاء الله منافس لهالاند الحقيقه وان شاء الله يتفوق عليه في نهايه الموسم. خلينا نروح واحنا بنتكلم على نادي الزمالك حقيقه نجم من نجوم نادي الزمالك كابتننا الكبير كابتن محمد حلمي ورايه في المباراه الاخيره وحاله الاستقرار اللي بيمر بيها نادي الزمالك في الفترة القادمة. الحقيقة ان شاء الله يعني احنا يهمنا النادي الزمالك يستقر بحيث ان احنا نشوف كرة حلوة وبالتالي يعني نشوف منافسة قوية على الدوري الممتاز الحقيقة هذا الموسم. كابتن محمد تحياتي لحضرتك. ازاي كابتن محمد عامل ايه وكل سنة وانت طيب؟ وانت بخير وسعادة كابتن. اولا يعني ما بعد الانتخابات وحالة الاطمئنان اللي موجودة لدى الجماهير ولدى محبي نادي الزمالك ان الفترة القادمة هتكون فترة مختلفة لنادي الزمالك، رأيك في الانتخابات ورأيك كمان في أداء نادي الزمالك حقيقة بعد أول ماتش بعد وجود مجلس إدارة جديد؟ مفيش شك ماتش الزمالك وسموحة من أفضل ماتشات نادي الزمالك هذا الموسم، وعمل مباراة كويسة جدا وكبيرة جدا. أتمنى إن شاء الله الاستمرارية في الأداء والنتائج، لأن جمهور نادي الزمالك
يعني بيبقى عاشق للأداء الجيد والأداء كويس، ومش جمهور الزمالك بس، جمهور مصر كله والنتائج، وربنا يوفق إن شاء الله بإذن الله، ويبقى فيه استمرارية. دور أسوريو يا كابتن بقى في ماتش زي ده كابتن، برضه وأنا عايز أخدك للحتة الفنية، طبعا هي حالة الاطمئنان ممكن تدي شكل مختلف للعيبة، لكن برضه المدير الفني، شفت اللي حصل ما بين المدير الفني واللاعبين في الماتش ده بالذات، هل اختلف عن المباريات اللي قبل كده كابتن؟ والله هو عارف حضرتك، ما نقدرش اقول يعني في اختلاف واضح، لان برضو لازم يبقى في، بقول لحضرتك الاستمراريه مهمه، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان نقدر نحكم، عشان نقدر نتكلم، عشان نقدر نقول، مش ممكن لعيب يعمل مباراه كويسه جدا نقول ده احسن لعيب، ولما يجي نفس اللعيب يعمل مباراه سيئه نقول لا 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 ده ما ينفعش خالص، واخد بال حضرتك؟ فاحنا ما نحكمش بالقطعه، لكن الاداء اداء جيد ما فيش شك، ومحدش يقدر يتكلم، واخد بال حضرتك؟ انت مش عايز يكون طفره فقط بس كابتن لوقت معين، انت عايز لا استمرار. ما انا بقول لحضرتك اتمنى ان الاستمراريه دي مهمه جدا، واخد بال حضرتك ازاي؟ فبالتوفيق ان شاء الله وفي الفتره اللي جايه، و يعني نشوف نادي الزمالك في حاله افضل وافضل. يعني مجلس الاداره ورايك يعني ما بعد الانتخابات يا كابتن؟ يعني مجلس الاداره انا كنت دايما بقول ما فيش يعني عارف انت فنيات، او انت تتفرج على طابلو كويس ويعني ايه ومبسوط بيه، غير لما يكون في يعني جهه اداريه قويه موجوده بتوفر الاستقرار الاداري للناحيه الفنيه. صحيح. وما بالك ان لما يبقى في كمان يعني غير الناحيه الاداريه، الناحيه الماليه والعجز اللي موجود والكلام الكتير اللي ايه من ناحيه الماديات. لما يستقر في نادي الزمالك هنلاقي نادي الزمالك في حالة أحسن من كده بكتير، وهنلاقي فيه منافسة شريفة قوية في الدوري المصري، وهنلاقي فيه إبداعات ولاعيبة أنت ما كنتش تتوقع إن هم يوصلوا للفورمة دي، لأن عندهم قوة إدارية وقوة مالية. طيب يعني يمكن من خلال يعني تصريحات مجلس الإدارة ما بعد الفوز يا كابتن، إن أول مشكلة أحلها هي طبعا مستحقات اللاعبين، ومنها فك القيد كمان الخاص بنادي الزمالك، وبالتالي هيكون في لاعبين جدد ممكن يكونوا في يناير. كابتن حلمي شايف هل نادي الزمالك او فريق نادي الزمالك محتاج بعض اللاعبين، وايه المراكز من وجهه نظرك لو شايف كده كابتن؟ بص يا كابتن، انا ما فيش شك نادي الزمالك محتاج يعني من 4 لعيبه ل5 لعيبه، ده نادي الزمالك. لكن انا مش عايز يبقى يعني ايه، اتمنى ان احنا نقلل الكلام ويبقى في فعل، والفعل هو اللي هيعبر على الكلام وهيعبر على كل وجهة نظر كل واحد، واخد بال حضرتك ازاي؟ فنتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في ان هو يقدر يوفر الاستقرار اللي انا بقول عليه، الاستقرار الاداري والاستقرار المادي. ومن خلال دول ان شاء الله فريق نادي الزمالك هتلاقيه في حته تانية، وهتلاقيه في شكل تاني واداء تاني وطابلو تاني. كابتن حلمي، حضرتك احد ابناء نادي الزمالك، وبالتالي متابعتك للدوري ممتاز، ورؤيتك كمان لحاجه نادي الزمالك لبعض المراكز، شفت مين ممكن يكون مناسب سواء بقى مركز راس حربه سواء مدافع في الدوري الممتاز من خلال ال4 اسابيع الماضيه في الفرق كلها الحقيقه؟ لا انا ما اقدرش ان انا اتكلم. انت بص يا كابتن محمد، ممكن يعني انا وحضرتك ومجموعه من الزملاء لو قعدنا مع بعض ممكن انت يبقى ليك وجهه نظر طبعا في حاجه، وانا ليا وجهه نظر حسب. بس حضرتك خبره كبيره كابتن، حضرتك خبره كبيره، حضرتك خبره كبيره. انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك حسب يعني انت احتكاكك باللعيبه واحتكاكك بالفرقه واحتكاكك بظروف كل يعني كل واحد، انت بتبقى احتياجاتك ايه، انت اكتر واحد انت اللي تقول. انا ممكن ان انا يعني اقعد كده ايه، الزمالك محتاج والله فيرود، ولا الزمالك محتاج مثلا لعيب بصير في نص الملعب 10، لا والله انا، انت فاهم ازاي؟ ممكن اقول حاجات كتير، لكن المدرب ايه والجهاز الفني ايه ومحتاجين ايه، هو ده الواقع. تمام يا كابتن، انا طول حياتي انا ما بتكلمش على الواقع،
يعني كل كلام حلو قوي، واحنا بنتكلم كويس قوي وبنتكلم كتير قوي، واخد بال حضرتك؟ لكن المهم الفعل ايه؟ المهم النتيجه النهائيه ايه؟ انا فهمت من قصد حضرتك ان الفعل ايه، ان لازم بقى يعني رقم واحد الخطوات الاول اللي تحصل عشان تفك القيد وبالتالي تشوف بالظبط الفلوس يعني ايه. ده اللي انا فهمته من حضرتك. خطوات من مجلس الاداره يعني. بالظبط، احنا مش هنعدي المنطقه دي من غير ما يعني عارف، اذا مش هنطلع الدور الثالث واحنا اصلا ما عديناش على الدور الثاني. مظبوط، فلازم الاول هي تسلسل. طيب من خلال رؤيتك للدوري الممتاز كابتن، يعني الفرق بقى يعني ابرز الفرق اللي ممكن تكون عجبت بادائها بشكلها في الاربع اسابيع الماضيه. والله في فرق عامله اداء كويس ونتائج كويسه، وفي فرق برضو فيها المفاجاه شويه، لكن اعتقد ان مع استمراريه برضو الماتشات وعدم توقف المباريات والدوري هيزيد من الرعاه الفنيه بتاعت الدوري. واعتقد في لعيبه ما شاء الله يعني يعني مبشره بالخير، واعتقد ان المستويات معظمها قريبين من بعض، غير يعني الانديه اللي هي عندها امكانيات ماديه وفنيه اقوى، واخد بال حضرتك؟ فدي ممكن ان هي هتبقى طفره شويه، اعتقد زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، واخد بال حضرتك ازاي؟ والنادي المصري السنه دي، بس النادي المصري هيحتاج وقت على يعني التاجيلات كلها في صالح النادي المصري عشان حته التجانس هتاخد منه ماتش شويه، فالتاجيلات دي برضه بتسرع من عمليه التجانس، فبالتالي هيبقى في اداء. فالمهم يعني في انديه انت مش متوقع ان هي ممكن يعني تعمل الطفره زي زد اللي ممكن تعملها، واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن هل هتستمر؟ هل عندها قوه التحمل للدوري المصري؟ مفهوم يا كابتن. طب شفت ازاي كابتن في اول 3 اسابيع يتم إقالة مدرب؟ يعني لو بنتكلم على نادي فاركو يعني 3 أسابيع يعني. دي جديدة، وبعدين احنا عندنا كل الجديد، خد بالك؟ مش ممكن بعد 3 ماتشات، وخاصة ان انت بس حصل السنة اللي فاتت كابتن مع كابتن ربيع سينا لو تتذكر في أسوان. بس بعد 4 ماتشات بتقل مع كابتن ربيع. ده ان انت اصلا خسران ماتشين وتعادلت ماتش، يعني الماتش اللي بعدين انت كنت متاخر بهدفين ورجعت للمباراه دي في حد ذاتها دافع قوي جدا للماتشات اللي كانت بعد كده، واخد بال حضرتك ازاي؟ اللي هو كان يعني، فبالتالي ان انت يعني دي رؤيه برضه مجلس اداره وما اقدرش اتكلم فيها، لكن هي العمليه مش صح وعمليه مش تمام يعني، واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن هم ليهم وجهه نظر وهم اللي شايفين وهم اللي بيديروا النادي، فبرضو انا من جوايا اقول لهم بالتوفيق واتمنى لهم التوفيق. كابتن محمد انا بشكر حضرتك وبنسعد بوجود حضرتك الحقيقه. كابتن محمد حلمي احد النجوم الكبيره الحقيقه لنادي الزمالك والكره المصريه، بشكره شكرا جزيلا. هي ضيوفنا هيكونوا معانا بعد الفاصل كابتن محمود ابو الدهب وكابتن احمد فوزي، والحديث بقى عن مباراه اليوم، او مباراه اليوم بالاخص هي مباراه الاهلي وسيمبا والتاهل للدور قبل النهائي من خلال مجموع المباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، والفوز في مجموع المباراتين 3 طبعا النتيجه 3-3، لكن طبعا النادي الاهلي فاز وتاهل للدور قبل النهائي. ان شاء الله كل التوفيق في المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. نطلع لفاصل وكباتن مصر يكونوا معايا بعد الفاصل. تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي بعد التعادل إيجابياً مع ضيفه سيمبا التنزاني بهدف لكل منهم في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن مباريات الإياب للبطولة الإفريقية، وجي الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب ساديو كانوتي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء بعد ما اصطدمت رأسية زميله برأسه لتخدع الحارس محمد الشناوي ويتقدم الفريق التنزاني على حساب أصحاب الأرض. وجي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء عن طريق كهربا بعد ما تلقى كرة عرضية من علي معلول ليقابلها بتسديدة داخل الشباك،
وكان فريق الأهلي تعادل مع سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب اللي أقيمت يوم الجمعة الماضية بنتيجة 2-2 لتصب نتيجة التعادل في مباراة الإياب في مصلحة الأهلي. ومن المقرر أن تقام ذهاب مباريات الدور نصف النهائي يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، على أن تلعب مباريات الإياب يوم 4-1 نوفمبر المقبل. هنكمل الحلقة مع حضراتكم في وجود طبعا نجومنا النهاردة كابتن محمود أبو الدقا وكابتن أحمد فوزي، وهنتكلم على ماتش الأهلي النهاردة اللي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، ولكن طبعا كان تحقيق الهدف هو الوصول للدور قبل النهائي، وده حصل الحمد لله من خلال مجموع المباراتين. برحب بالكابتن أبو الدقا. ازيك يا وراك ايه؟ انت وحشني من الحلقه اللي فاتت. وانت اوعى تكون مستحلف لي. لا انا عمري ما استحلف لك. لا اوعى، عشان احنا اصحاب واخوات. ها؟ تقلقش. كابتن احمد بس ما تقولش حاجه قدامي بعد كده. ربنا يعزك ويكرمك ويعني حبيبي. بقى لي كتير ما شفتش كابتن محمود والله العظيم. دي حاجه حلوه ان انت جبتني مع كابتن محمود اليوم ده بالذات. ماشي، يعني دي حاجه حلوه. طيب خلينا بس اقول لك كابتن دهب، النهارده النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي وهي موجوده في الاستاد متوقعه نتيجه كبيره او الفوز بنتيجه كبيره. النهارده ما حصلش الفوز ده، ولكن طبعا تحقيق الهدف هو ان انت بتوصل للدور قبل النهائي في بطوله هي الاحدث اللي الاتحاد الافريقي بيعملها، ومبلغها كويس لو انت ان شاء الله كسبت البطوله. شايف ان فكره الفوز النهارده كانت سهله ولا صعبه على النادي الاهلي، ودي ما حققهاش من وجهه نظرك؟ لا، يمكن خلينا فاروق يعني في البدايه يمكن النغمه جديده ان احنا نسمع ان النادي الاهلي بيلعب في بطوله عشان المبلغ او الفلوس كتير او الفلوس قليله. لكن انا الاداء النهارده كنا متوقعينه، واحنا كنا في الحلقه معاك قبل كده قلت لك ان النادي الاهلي هيكسب بسهوله، صح؟ وده ما حصلش. لان كان مع احترامي، لا، في استهتار نتيجه الاستهتار بعد اللعيبه، في استعجال، في حاجات كتير جدا. في ناس بتقول لك ان النادي الاهلي هينزل يكسب 5-6 و7، وده كان متوقع على اساس انت جبت هدفين هناك وضيعت كتير يعني. لا المباراه كانت هناك كان في جديه، لكن هتتكلم، لا، كان في اخطاء كتير جدا، اخطاء يعني مش عاوز اقول اخطاء، لا، النادي الاهلي مستحوذ في انتشار جيد، في سيطره بشكل كبير جدا، وفي معاونه كبيره من فرقه سيمبا. يعني النهارده كان فرقه سيمبا النهارده لا بتدافع ولا بتهاجم، خصوصا في الشوط الاولاني. يعني انت النهارده انا ما شفتش، مع احترام سيمبا، ما شفتش فرقه بتلعب النادي الاهلي النهارده. لكن الاستعجال يا فاروق النهارده بشكل كبير جدا من بعض اللاعبين قدام الجون بالذات. يعني انت النهارده النادي الاهلي لو انت عديت كميه الاهداف او الفرص اللي ضاعت، لا، كتير قوي. وده اللي احنا كنا متوقعين. هناك اكتر ولا هنا كان؟ لا، هنا بشكل كبير يعني. في الماتشين على فكره، حتى الماتش اللي فات كان في نتيجه اخطاء من الدفاع والكابتن محمد الشناوي، لكن النهارده لا، في رعونه. النهارده في اخطاء من كولر، انت مستني ايه عشان تغير؟ مستني ايه عشان تنزل بديل كويس ينشط الفرقه في الشوط الثاني؟ النهارده في لعيبه بعيد عن مستواه، او النهارده يعني النهارده كان حسين الشحات، لا، كان بعيد. دي بيرستاو بشكل كبير جدا، لانك يعني انت ما نشطتش او ما دخلتش زي المدير الفني بتاع سيمبا. النهارده الراجل في الشوط الثاني عمل تغيير. الراجل يعني لا، ما انت في النهايه خلاص ما عندوش حاجه يعملها غير ان هو يعمل. لا، انت في النهايه انت مبروك. انا شايف انه يعني صعود بطعم الهزيمه. النهارده انت صعدت بهدف اعتباري، وده ما يصحش للنادي الاهلي. النهارده انت صعدت بهدف اعتباري، انت كان ممكن في الماتشين انت اللي بتعود، انت اللي بتعود، وممكن تخرج النهارده بنتيجه صعبه جدا في المباراه. لكن انا بكلمك، استحوذنا وانتشار جيد وروحنا والنادي الاهلي وصل، لكن في النهايه انت صعدت، وكان يعني انت حطيت ايدك على قلبك ان انت كنت ممكن تخرج. في ناس بقى بتقول لك ان النادي الاهلي بيبص للمباراة، او كولر بيبص على المباراة اللي جاية. انت مش ضامن، انت كنت ممكن تخرج. خلينا في المباراة دي، احنا عاوزين نكسب عشان نعدي المباراة دي، وكنت تعديها بشكل كويس جدا. الجماهير كان بتتمنى تشوف اداء كويس واداء جيد من بعض اللاعبين، لكن شفنا فاروق استهتار لحد ما بفريق سيمبا. انا فاهم كلامك ليه يا كابتن، لان طبعا فرق الامكانيات ما بين اللعيبه هنا واللعيبه هنا تتيح الفرصه اكتر. دي تديني بقى فروق، تديني فرصه ان انا اعمل ماتش كويس. يعني انا اتفرجت، سمعت مع الاجواء بتاعت النهارده والجماهير الموجوده. لا، انا عايز اطمن الجماهير ان انا، وبعدين بدي رساله لفرقه سان داونز اللي الناس كلها بتقول ان سان داونز وهيكسبنا. هنتكلم عن سان داونز، انت اكيد اتفرجت على الماتش التاني. كانت فوز برضه، رايك في اللقاء
وبرضو ليه النادي الاهلي ما حققش الفوز في المباراتين بالرغم ان هو يعني جاله فرص لو عديناها في الماتشين ممكن النادي الاهلي كان يطلع فرق مثلا 6 أو 7 في عدد الاهداف. طيب خلينا الاول نقول النهارده المباراه السابقه بتاعت التعادل 2-2 كان الاهلي احسن الشوط الاولاني مضيع 4 أهداف كسبان 1 الشوط الاولاني وطلع خارج بين الشوطين يعني النتيجه الطبيعيه والفعليه ان انت تبقى كسبان 3 على الاقل منهم واحده بيرستاو واحده كهربا واحده رضا سليم. لا انا بتكلم في الماتش الاولاني بتاع الاولاني سوري خرجت 1-0 واديتهم فرصه رجعوا معاك بكور ثابته كورتين ثابتين واحده ردت واتلعب الثاني وجت جون والثانيه كانت ضربه ركنيه رجعت الفرقه في المباراه مع وجود الجمهور ابتديت انت اللي تكافح عشان تتعادل قدرت تتعادل فعلا وكنت ممكن تكسب في الاخر باللي ضيعه صلاح محسن واللي ضيعه بيرسي تاو واللي ضيعه كهربا الانفراد اللي عملها له بيرسي وهو حطها في الشبكه من بره على الارض الواقع انت احسن بكتير تمام النهارده عشان كده الجماهير كانت منتظره النهارده هقول لحضرتك هقول لحضرتك يعني مع احترامي للنادي الاهلي طبعا النهارده كان في حفله قبل المباراه حفله قبل المباراه قصدك يعني اسمعني حفله بمعنى ايه حفله بمعنى ان الجمهور رايح الجمهور رايح عشان يحتفل الجمهور رايح عشان يدعم غزه وطبعا صحيح. كلنا قلبا وقالبا مع غزه الجمهور النادي رايح الاهلي اعلن قبلها ماشي اوكي انا بقول لك الجمهور رايح عشان يتبرع بدم اللعيبه اوت اوف كونسنتريشن اللعيبه بتفكر في ماتش سان داونز اللعيبه نازله المباراه مستهتره اول كوره بالنسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 17 من عرضية علي معلول بتقع من ايد الجون كهربا بيحطها بره دي اول هجمة للنادي الاهلي يمكن في شوطة قبلها القفشة بس كانت بره الثلاث خشبات تعال بقى بص انت ضيعت ايه في الشوط الاولاني غير واحدة المفروض قفشة يروح يشوطها عايز يعملها بالعرض الكهربا والجون فاضي طب انت عايز يعني في وقت من الاوقات عايز تجيب جون جمالي لا مش وقت جون جمالي انت تجيب الجون الاولاني اللي هتفتتح بيه المباراه تركب بيه الجيم بعد كده تبقى تدور على الجون الجمالي ما دي الجدعانه والرجوله ان انا اكسب المباراه دي من اول ربع ساعه بس لو انا جبت هدف انا فتحت اريح نفسي من بدري زي ما انت بتقول فاروق العب بثقه واداء كويس يمتع الجماهير لكن ده اللي ما حصلش اللعيبه عايزه يعني كل واحد عايز يجيب جون لا وعايز يجيب جون جمالي يا كابتن مش اي جون يعني جون بيبقى فيه نوع من الجماليه وده مش صح في الكوره الراجل النهارده المدير الفني المنافس بيلعبك 4-1 4-1 وخايف وراجع وما بيهاجمش فكرني بكره راحت للشناوي غير الكره اللي اتحسبت اوفسايد في الشوط الاولاني وكان انفراد والشناوي طلع واتحسبت اوفسايد تعالى بقى الشوط الثاني بعد اول 10 دقائق كره الكهرباء برضو قرار غريب جدا من كهرباء انا دلوقتي رايح اخد بيلين اول ما طبطب على الراجل الكره بيلين يا كابتن من وجهه نظري بنالتي لان الراجل الجون الحارس اللي داخل فيه عارف. ايوه لان الكره كهربا وصل للكره الاول ده يبان لك ان قصدك الاشتراك اللي حصل بس كهربا كان رافع عليه كهربا لا كهربا وصل للكره الاول ايوه هو اللي لمس الكره الاول طيب الحارس اللي راح احتك فيه بعد كده لما اقول انا اما اقوم انا اطبطب عليه ده عدم كياسه ده نقص في الخبرات مع ان كهربا راجل عنده 32 سنه لعيب دولي لعيب منتخب مصر لعيب نادي الاهلي هو الحكم حسبها فاول تقريبا حسبها فاول انما كل المحللين في التحكيم قال لك الكره ضربه جزاء خلي بالك انت كلام احمد مظبوط لانه حارس مرمى ويحس بالحس دي يا ابو حميد بالظبط تهور منه او تاخر او هو تاخر بص لما بتيجي تحسب مين اللي وصل الاول للكوره المهاجم ولا الحارس لما المهاجم يوصل الاول يبقى ضربه جزاء على الحارس لو الحارس وصل الاول يبقى فاول للحارس ده شيء طبيعي النهارده كهربا وصل للكوره الاول ولعبها من فوق الحارس بدليل الحارس لما دخل في ايه دخل في الاسترزات من الجنب يعني هو بيلعب ببطن رجله الحارس دخل في الاسترزات عارف لو الحارس الاول يبقى كهربا يخش ببطن رجله في الحارس تمام ماشي تمام. انما انا شايف ان دي ضربه جزاء لازم هو بقى يقوم يقع ويمثل وبتاع عشان الحكم يبتدي يبص على الفار انما لما يطلع يدي حق يا كابتن ايه معلش واقوم حقك عليا انا مش قصدي خلاص ما راح حقك دي حاجه كمان يا احمد لو انت كلامك مظبوط ان النادي الاهلي كان رايح يحتفل بجماهيره وان في عدم تركيز من اللاعب والمدير الفني بدليل النهارده ان هو لما جاب اللعيبه عشان يغير مودست وبعدين انا النهارده معلش مع احترامي الكامل لمودست وانا بقول انها صفقه يعني ما يعلم بها الا ربنا بس كنت ما تتكلم برضه ده 4 دقايق يا فاروق انا مش يا فاروق ان الموسم خلص استنى بس معلش الموسم خلص وهتقعد تقول مودست من استنى وهنقول لسه ايه يعني هو النهارده لعب النهارده في حاجه كمان يا فاروق النهارده انا عندي المفروض النهارده خلاص ان اللعيبه طلعت كل حاجه في الشوط الاولاني ابتدي انشط بقى لان النادي الاهلي تراجع على فكره خايف من الهزيمه اي كره ضله او عشوائيه هتخش فيك لان اصبح ان فيش تركيز عند محمد عبد الرحمن وقد كان عند
عندك عند محمد عبد المنعم ورامي ربيع ان اصبح ان انت فقدت التركيز في الحته دي. في الوقت ده كان لازم يتدخل مستر كولر ان هو يبتدي ينشط. انا ايه الداعي ان انا انزل مودس ده بطيء جدا ومش مش هيفيد النادي الاهلي؟ انا بقول لك مش هيفيد. كهربا افضل منه بكتير. صلاح محسن الفتره دي افضل يعني منه. انت بتقول ان مودس يتباع بقى؟ لا انا بقول لك انا بقول لك معلش مع احترامي اصل احنا بتوع كوره دي صفقه فاشله للنادي الاهلي. مش هتدي مش هتجدي او مش هتدي المردود الجيد للفتره اللي جايه لان انت النهارده اللاعب بيبان من ربع ساعه فروق. النهارده امام عاشور ادى بشكل جيد وكلنا اشدنا بيه. اه كان لعيب كويس في الزمالك ولعيب 10 على 10 لكن ادى واقنع جماهير النادي الاهلي. نفس الطريقه رضا سليم, نفس الطريقه مروان عطيه, اللعيبه دي. لكن انت الراجل ما هوش عارف, تحس انه تايه في الملعب يا فاروق, ما مش عارف يهاجم او يدافع. انت نازل انت محتاج ان انت تجيب جون في الوقت ده. يا نزل رضا سليم وابقى كهربا خليه موجود عشان يقدر يجيب لك جون. لكن انا بقول لك مودس مش هيديك المردود اللي هو الفيرود اللي كنا الناس مستنياه او النادي الاهلي متعشم او جماهير النادي الاهلي متعشم ان هو فيرود النادي الاهلي. هي الفكره برده مش مودس. انا اسالك في النقطه دي, هل كولر يعني الامور جريت بالوقت فنسي هو عايز ايه من المباراه؟ فالتغيير اللي جت تغيير مودست في الدقيقه 87 انت كنت تعادلت خلاص. طب قبل اي حاجه بس عشان نبقى انا شغلتي مدير فني. يعني ايه مدير فني؟ يعني الدنيا سيناريوهات الدنيا تضرب تقلب حواليا. انا مركز أنا في الجيم بتاعي. طب ايه تفسيرك؟ طب تفسيرك ان هو التغييره دي في الدقيقه دي؟ انا اصلا في الدقيقه 74 قبل الهدف التعادل كان حاطط رضا سليم على الخط ومودست. لما الاهلي جاب جون التعادل راح مقعد الاثنين وراجع منزل مودست في الدقيقه 87. ده معناه ايه؟ ده معناه حاجه من الاثنين من وجهه نظرا, ان الراجل بيعند. بيعند مع مين؟ بيعند مع اللعيبه اللي بره, بيعند مع اللعيبه اللي في الملعب, بيعند مع اي حد. انا اللي انا بقوله يعني. اللي انا بقول اللي انا بعمله يعني. لا انا ما انا ما اعرف. انا بقول لك ده رايي. ما ده فرق بين مدرب يا فريق يعني. انا مدرب سيمبا معلش مع احترام انا بقطع, لا لكن مدرب سيمبا كان مركز بشكل كبير جدا وعامل تنشيط في الشوط الثاني. وعلى فكره تغييراته غيرت في الشوط الثاني وادت الافضليه على فكره. كان عامل سيناريو ان هو يعمل ايه؟ يقعد متعادل 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 لحد ما ينزل اللعيبه المهاجمين الكويسين اللي عنده. راح منزل ميكسوني الشوط الثاني, راح منزل الناس اللي بتعرف تهاجم الشوط الثاني اكتر. عنده فكره عايز يعمل, عايز يعمل حاجه معينه. احنا النهارده مش قادرين نستخلص فكره مستر كولر في الماتش. ليه بقى؟ انا بقول زي ما بقول لحضرتك في الدقيقه 74 كان حاطط رضا سليم ومودست على الخط. اول ما الاهلي احرز هدف التعادل قعد الاثنين وابتدى ينزل مودست في الدقيقه 87. نزول مودست في الدقيقه 87 انا شايف انه عدم ثقه. ليه بقى؟ لان هو الراجل بقى له 8 ايام قاعد في البيت, ما كانش موجود, ما نزلش تمرين غير اول امبارح, وامبارح كان تمرينه خفيفه والنهارده معاهم في المباراه. فلما يبتدي يحطه في الدقيقه 87 ده دليل على انه ايه؟ لما كان هيتزنق فيه في الدقيقه 74 كان هيدفع بيه. لما لقى ان هو تعادل خلاص ولسه في وقت الاهلي يجيب التاني وانه يركب الجيم, لا ما عادش. وليه هو بالذات يعني فوز من وجهه نظره؟ بص اي حد في الدنيا, اي مدير فني في الدنيا لما بيجيب لعيب بيبقى عايز يثبت للناس كلها ان اللعيب ده لعيب كويس وانا عندي ثقه فيه وهديله لحد ما اللعيب ده يفوق. بدليل مستر جوزيه في فتره من الفترات كان بيلعب فلافيو وكان فلافيو وحش جدا 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 الناس كلها بتقول. بعد السنه الاولانيه فلافيو راح فين؟ بقى احسن راس حربه من احسن الناس اللي عدت في النادي الاهلي. لو حضرتك تفتكر فيليكس يا كابتن اول ما جه كنا بنضحك عليه. قعد سنه ونص كنا بنضحك عليه في التمرين. مستغرب ده حقيقه يعني كنا بنضحك عليه في التمرين. بعد كده فيليكس راح فين؟ من احسن تاني. المهاجمين اللي بس لا بس خلي بالك بس دول كلهم جم صغيرين يا كابتن فاروق بالراحه. بس بمعنى ايه؟ فلافيو ما حدش كان يعرفه في مصر. لعبناه في بيترو اتلتيكو اعجبنا بيه جبناه. بعد كده فلافيو بعد ما قعد سنه مع مستر جوزيه فليكس مده عاده طويله بالظبط. لا صغير صغير في السن. بمعنى ايه؟ جاي 19 سنه 20 سنه لما يقعد لك 3 4 سنين تجرب فيه سنه. جاي بكام وكده يعني؟ انا قصه مش قصه. بص انا النادي الاهلي وما ينفعش احسبها فلوس. نوعيه اللعيبه تاني. انا النادي الاهلي ما ينفعش احسبها فلوس. انا مع النادي الاهلي احسبها كواليتي لاعب. كواليتي لاعب هو اللي هيجيب لي الفلوس. مش انا هدفع فيه كام فهيجيب لي كام. ولا انا غلطان يا كابتن؟ يعني مثلا علي معلول اول ما جبته ب 650,000 دولار. علي معلول جاب لك كام؟ 650,000 دولار. دلوقتي بياخد رقم كبير. بس هو جاب لك كام؟ 650,000 دولار عشان يجيب لك اللي تدفع فيه. فهي قصه مش قصه. اليو ديانج لما انت جايبه برقم 1.25 مليون مثلا, لما تيجي تبيعه دلوقتي بتتكلم في 6 وفتره من فترات اتكلمت في 10 مليون يورو مع فرقه تركيا صح. فهي قصه مش قصه اللعيب الاجنبي اللي جاي ده جايب كام. لا هيفيدك ازاي.
حلو على المدى البعيد هيفيدك ازاي؟ الافاده ما انت لو ما استفدتش منه هتبص للجانب المادي اللي انت دفعته، لانك برضو كنادي انت عندك جماعه عموميه بتجهز مركزي للمحاسبات وامور كتير، جمهور بيقيم، ناس بتنتقد، صح ولا غلطان؟ انا معاك انا معاك، بس انا برضو في ناس ببقى جايبها. عبد الحميد حسن لما جينا الاهلي وعنده 36 سنه ما كانش جاي غير لسبب واحد بس، ان احنا نركز على الحته اللي ما عندناش سترايكر صريح، فبنجيب واحد ست هداف يعني جوه الصندوق. مودس نفس الفكره، هو فكره انه يبقى هداف جوه الصندوق. خلي بالك مع ان طريقه مستر كولر اصلا بتعتمد على الطرفين في احراز الاهداف اكتر من السترايكر. دي وجهة نظر. يعني شادو على طول تلاقي كهربا طالع بره ال 18 واللي بيخش في ظهره، يا اما حسين الشحات النهارده عمل اتنين لتاو منهم واحده تاو بيعملها ببطن رجله حطها في الاوت باليمين، صعب قوي غريب قوي. برده نفس الكلام، تاو بيخش يعمل لحسين الشحات في الظهر وحسين يخش ويشوط وبيعمل كده. كان في حاجه كده كان بتاع النهارده لما كان بيرسي تاو كان بيخش، كان اللي بيطلع بره ديانج، ديانج على طول بيلعب طرف، بيطلع بيروح طرف بيلعبها طرف. لكن ديانج كان في بعض المباراه في بدايه المباراه ما كانش مركز في الاول، ما كانش في الاول ما كانش مركز، لكن هو من احسن الناس. لكن خلي بالك يا ابو حميد، انت دايما انت بتتكلم طبيعه النادي الاهلي بتلعب بتعتمد على الطرفين، لكن لازم يكون عندك حد في الصندوق يقدر يخلص لك. يمكن انت بيعملها كهربا بشكل كويس جدا، لان كهربا عينه على الجون على دايما، عاوز بيحب يجيب جون، ودي حاجه كويسه جدا، وبيلعب على الجون وطماع. والفرود طبعا يا فاروق، وانت كنت عارف ان انت كفرود ان انت طماع ان انت تجيب جون، لكن دي مش ما حسيناهاش في مودست، عشان ما حدش يقعد يقول لك اصل لسه بدري ولسه. حد سالني النهارده كابتن، امال الفيديوهات اللي احنا شفناها دي؟ انا مش عارف ده جاء بعته اخوه ولا لا، بس لا دي فيديوهات حقيقيه يا جماعه. ما فيش حد ما يا فاروق، انت وانت بتلعب لحد لعبت 33 34 سنه، كابتن محمود لعبت 35 سنه، وزي ما انت كان عندك 25 سنه 22 سنه. لا طبعا، لا طبعا. بس خد بالك يعني شيكابالا مثلا، هل هو زي ما هو كان صغير ولا افضل ولا زي ما هو؟ شيكابالا المستوى اللعب اللي كان بيلعب فيه في السنين اللي فاتت كان اعلى من دلوقتي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما بيلعبش فترات لعب كبيره في عمره، يعني بمعنى ايه؟ ما بيلعبش مثلا ثلاث تسعينات ورا بعض، ما بيلعبش تسعينتين ورا بعض. بس خلي بالك يا اسامه حسن، طيب احترامي شيكابالا مهاريا بيعرف يخدم نفسه، يعني مهاري جدا كوره، فبيعرف يتصرف في كوره. كوره لما بتجيله بيعرف ياخد قرار فيها. النهارده شيكابالا حتى الجون اللي جابوه مع اوباما، لا ده جون جامد جدا يا فاروق، ان هو حاسس كبير. يعني معلش هو الراجل بيجري او حد، لا خلي بالك ده لو اي حد غيره كان شيكابالا شاط في الجول. لا هو حاسس ان في حد بيدبدب وراه، اللي هو اوباما راح حاطط له بالكعب، ده احساس لعيب. فانت مهاره شيكابالا بتتغلب على اي حد في الكوره. سن بقى مش سن، دي حاجه مفروغ منها كابتن. انا قصدي نوعيه السترايكر بتاع مودست غير شيكابالا. بمعنى ايه؟ شيكابالا لعيب حريف كده كده، الحرفنه ما بتروحش من اللعيب طبعا، ماشي يعني لحد ما تبطل، وبعد ما تبطل المهاره التالنت بتاعتك دي موجوده لحد ما تموت. وبعدين الثقه كمان يعني طبعا الجمهور يعني الثقه زي ما يكون عنده. شوف كابتن خطيب لما بتجيله الكوره لحد دلوقتي بيعرف يرقص ويرقص وينطط ويعمل كل حاجه. انما اللعيب اللي بيبقى تارجت او اللعيب اللي بيبقى سترايكر هجام ده مع السن ما بيبقاش نفس المستوى بتاعه وهو صغير، دي وجهه نظري. لا انت كلامك مظبوط، بس كابتن حسام اللي حسن اللي كنت لسه اقول لك اللي عكس الكلام ده كله كابتن حسام، دي حاجه بقى بتاعت ربنا. ربنا يديله الصحه 40 سنه. بس ايه بس يا فاروق، هل كابتن حسام كان بيجري نفس الجري اللي كان بيجري مشواره؟ بس لا ابتدى، لا ما هو في لعيب ابتدى يتقل بقى في 18، في 18 وبياخد ايه، بيجري في 3 متر وبيسرع عشان يسرع، بس دي حاجه ثانيه. لا يعني ما بصيتلوش التحار. لا خلي بالك، ما هو فاروق لما كان بيلعب مع كابتن حسام، فاروق اللي كان بيقعد يحارب على السندباكات، هو بيستنى عشان دي حقيقة. يعني ما هو كان في ذكاء فراوده يا فاروق، ان انت راجل تكمل كله بيكمل التاني. برافو عليك، بس كان لهم دور. النهارده لما كنت بتلعب بالكابتن حسام وفيليكس، فيليكس كان بيهد الدنيا وكابتن حسام بتنزل له بيجيبها جول، ما ده ذكاء لعيب. لكن انت عندك الطرفين كان بيهاجموا بشكل كويس. طيب انت طب هنا السؤال، هنا انت قلتها فوزي، هل يعني انت ما كنتش في حاله لنوعيه مودس في التوقيت ده تكمل بالشكل اللي انت كنت فيه ده؟ لا انا كنت اتمنى يعني اتمنى بطريقه اللعب، يعني اتمنى لحد دلوقتي، انا اتمنى لحد دلوقتي ان مودست يخلف توقعاتنا جميعا. احنا كل المهتمين بالكره وكل اللي شايفينه وكله بيبصوا لحد دلوقتي حاسين ان مودست ما جاش مصر، صح يا كابتن ولا انا غلطان؟ هو لحد دلوقتي لسه ما جاش مصر، فنتمنى ان هو يجي بعد كده. أكيد أكيد. بالقوه والجسمان واللي احنا شفناه ده. خلي بالك مخاف بس ياكل الاكل المصري الموضوع يبوظ خالص. لا يعني مش قصه ياكل. خلي بالك هو قال تصريح غريب قبل ما يجي، قال لك انا يمكن على الاقل ما قالك انا جاي مثلا دوري غريب عليا. يعني هي دي ممكن تكون مأثرة عليه شويه،
لا ما يعني انت فاهم قصدي لا يا كابتن ده المفروض انه جاي من حته اعلى يعني رونالدو لما جه من الدوري من الدوري اخر حاجه في الالماني لما جه من الدوري الالماني والانجليزي اخر حاجه وراح الدوري السعودي شوف الفرق اللي عامله شوف ساديو ماني لما جه من الدوري الالماني وراح الدوري السعودي شوف الفرق اللي عامله بالتبعيه رياض محرز يعني لا لما تقلم في الدوري لا بالمفروض بتعلى يعني انيستا لما راح الدوري الصيني خلى ليه منظر لما راح الدوري الياباني خلى ليه منظر تشافي لما راح الدوري الياباني خلى ليه منظر ليه لان الفرق كبير جدا في المستويات خلي بالك يعني مودس مالوش حجه انت عندك لعيبه ممكن عندها حلول فبتوصلك لان يعني انت خليك طيب في ال 18 هو بس وصلك. يعني بعيد عن مودس انا برضو علامه استفهام بالنسبه لي ما فيش تغييرات لكولر النهارده غير اللاعب ده وفي لا وبعدين الفرصه الاخيره وانت عايز تكسب على فكره لا ده انت كان عندك كان في فرصه كويسه ان عندك خمس تغييرات انت النهارده في الماتشين مقعد امام عاشور وعنده حلول في الحته دي لسه مصاب ماشي بقى ما تقعدوش بقى ده النهارده يا كابتن مع فاروق بص بس انت عندك رضا سليم عندك طاهر عندك لا لا عشان نتكلم في النقطه دي معلش معلش يا كابتن بعد اذنك هو طلع قال في المؤتمر الصحفي على امام عاشور قال لك ان هو لحد دلوقتي ركبته مش سليمه وبينزل التمرين يشتغل 10 دقايق ربع ساعه ويطلع يكمل التمرين على فكره ده كان من مميزات كولر انه ما بيقعدش حد او بيلعب حد يكون الا لما يكون سليم 100% هو ما خلي بالك الكلام ده لو لعيبه تقول اه لا ده كده هو ماشي ما انت كده بتخالف نفسك ان انت لما تقعد راجل مصاب معاك بره يبقى انت كده وما تنزلوش يبقى في مشكله كبيره وانا مش واثق في الكشف الطبي عليه لحد دلوقتي وبكره هعمل له كشف طبي جديد لو لقيته سليم هنزله الملعب ومش هخليه يخرج من التمرين انما لو لقيته مش سليم هديله راحه سلبيه واشوف الاصابه بتاعته ايه وابتدي عليه ابو حميد انا انت راجل في الجهاز فني منتخب مصر انت مش هتلعب عندك لعيبه او سليمه لما يكون عندك سليم 100% لا لان انت خلي بالك الجماهير بتطالب ان امام عاشور يبقى متواجد طبعًا الفتره الجايه فانت لان عندك حلول الحاجه الثانيه انت مستر كوره انت ما عندكش حاجه انت عندك خمس تغييرات يعني اقدر اغير ده نزل كريستو لعيب كويس يقدر يعمل لك الفارق النهارده انت كمان في اخر المباراه في ظل حاله بيرسي تاو كان لازم يغير لا يا ابو حميد انت الراجل المدير الفني لسيمبا ابتدى يغير وابتدى يغير من شكل فرقته وابتدى تاخد الجانب الهجومي لان انت خلاص تراجعت عاوز تحافظ على النتيجه فابتدى انت في الوقت ده كان لازم كان مستر الكره يتدخل ان انت تعمل تنشيط تنزل رضا سليم عنده سرعات تنزل طاهر محمد طاهر تنزل صلاح محسن يعني انا كان افضل لي ان انت كنت تنزل صلاح محسن افضل من مودست اللي هو انت زي ما بتقول انت عارف يا كابتن فوزي انا اتضايقت جدا في لقطه من اللقطات او تقريبا ربع ساعه ان فريق سيمبا هو اللي ماسك عليك كوره وبينقل شفتها اللقطه دي يا كابتن او الوقت ده ليه وان ليه انت سمحت للفريق ده ان هو يشتغل عليك بالكوره بالطريقه دي وانت اصلا محتاج الفوز هي دي بس الفكره ومن خلال كده ما غيرتش التغييرات اللي المفروض متوقع انك تعملها عشان بس ابقى منصف هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال هو مش حكر عليا او مش لازم ان انا اغير الخمس تغييرات انا غيرت لا ما حدش قال له طبعا بقول لك وجهه نظر هو هو شايف ان اللعيبه دي تكمل ماشي بس احنا كمتابعين شايفين ان لا كان ممكن يبقى في احسن بيرسي تاو في اسوأ حالات خد بالك اقول لك على حاجه مش انا عايز اتناقش معاه ماشي هو وجهه نظره هو حر بس انت عنده ماتش عنده سفريه بعد بكره لا انت خلي بالك ان كان ماتش. ممكن ما يسافرش يا فاروق ها كان ممكن ما يسافرش ممكن ما توصلش ماشي انا ما حدش عايز اقول لك حاجه في كوره في الدقيقه 94 كروس معمول بالدماغ اتلعبت بالدماغ نزلت الراجل بيحطها طلع اوفسايد دي لو مش اوفسايد ودخل الجون النادي الاهلي راح فين ماشي لا مش ما كانش هيسافر انا بقول لك بص هو سؤال مهم جدا يا فاروق خلي بالك الخوف انت عمال تضيع وبتروح وتضيع وتطلع من بيرسي تاو من كهربا من قفشه انت ضيعت كتير قوي على فكره فابتدت اللعيبه تحس بقلق وخوف على النتيجه صح. حتى انت لما جبت جون برضو انت كنت قلقان ان فرقه الجماهير تجيب لك قلقانه في الملعب حتى الناس حتى وانت قاعد بتتفرج انت ما عندكش لا انت كمان يعني انت ما بالك ان اللعيبه في الملعب حاسه ان خلاص ان الدنيا مقفوله مش هتجيب جون ما بالك انت بتتفرج انت حاطط ايدك على بك. يعني انا جت في وقت من الاوقات وانت بتتفرج النادي الاهلي عمال يضيع والله انا قلت النادي الاهلي هيخش في جول خصوصا ان الفكره الناحيه الثانيه ان هم عايزين يعملوا كده اصلا مش كده خلاص هم مش باكين على الحاجه لان جونين. انت عاوز تكسب انت بتجيب جونين والاثنين يطلعوا اوفسايد انا بقول مثلا يعني كهربا جاب جونين والجونين طلعوا اوفسايد فدي ساعات بتدي ايحاء للاعيبه في الملعب تمام. ان اليوم مش يومك تمام بس خلي بالك المباراه دي فيها دروس كتير جدا اكيد ما قبل لقاء قبل لقاء سان داونز خليني هطلع لفاصل
ونرجع نتكلم على مباراه صن داونز لان هي مباراه مهمه ده ايام يعني. قبل ما اطلع للفاصل بس يعني كان في بيان من خلال نادي الزمالك نزله منذ قليل بيشكر فيه النادي الاهلي ومجلس ادارته بطبعا تهنئته بوجوده طبعا في الاداره في نادي الزمالك، وبالتالي ايضا بيدعو لزياره نادي الزمالك في الفتره القادمه. ده برضو شيء جميل جدا وحابين ان الوضع ده يستمر بالشكل ده، والفتره اللي جايه هي فتره يعني نتمنى تبقى مزدهره بالنسبه للعلاقات ما بين الانديه الكبيره والاخص طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك زي ما انتم يعني شايفين كده على الشاشه. ده البيان الخاص بمجلس اداره نادي الزمالك، يعني تلقى مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بكل الامتنان لتهنئه النادي الاهلي بتولي المسؤوليه، وقد عبر المجلس عن تقديره لهذه المبادره الطيبه ووجه الشكر الى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقام بدعوته للزياره بمقر نادي الزمالك تاكيد لقيم الروح الرياضيه ولما فيه صالح الرياضه المصريه. ده بيان محترم، وقبله نادي الاهلي عمل يعني تهنئه محترمه. ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله في الفتره الجايه، ومن خلال طبعا ده سواء البيان ده او التهنئه دي جمهور لازم يعرف ان هي دي رياضه ولازم نتعامل بالشكل اللي اتعامل بيه الناديين في التوقيت الحالي. ان شاء الله كل التوفيق للناديين، سواء بقى احنا بنتكلم النادي الاهلي في دوري ابطال، كمان نادي الزمالك في الكونفدراليه، ان شاء الله كمان النادي الاهلي يكمل في الدوري السوبر، ان شاء الله ده كله في صالح الرياضه المصريه والكره المصريه. اسمحوا لي نطلع الفاصل، بعد الفاصل هنتكلم على ماتش الاهلي وصن داونز، ايه اللي هيحصل، التشكيله، ماتش صن داونز صعب مش سهل، وبالتالي طبعا هنتكلم مع كباتن مصر عن المباراه دي. طب مكملين مع حضراتكم كابتن مصر كابتن محمود ابو دهب كابتن احمد فوزي، وحديثنا هيكون على المباراه القادمه الحقيقه، مباراه صن داونز، وهي مباراه خلاص ايام. النادي الاهلي اللي هيسافر بعد بكره، فعنده تمرينتين بكره وبعده والسفر، ثم برضو تمرينتين هتكون في جنوب افريقيا ويلعب المباراه. نتمنى ان شاء الله يكون في حالتهم اللعيبه في اليوم ده. طيب كابتن ابو دهب، اخر تجربه امام صن داونز كانت الهزيمه على ارض صن داونز، بالتالي ماتش زي ده، وكان كولر حقيقة هو المدير الفني، وكان بعدها تحول اداء النادي الاهلي بشكل مختلف تماما بعد هذه الهزيمه. هل الدرس ده اتعلمه كولر، وبالتالي التعامل مع ماتش زي ده هيكون مختلف؟ لا بس خليني اقول لك يا فاروق، انا بكلمك احنا بتتكلم على مباراه النهارده، خلاص هي مباراه للنسيان وعدت والنادي الاهلي صعد، لكن ما اعتقدش ان النادي الاهلي ممكن ان هو يشيل خمسه او زي ما الناس بتقول، لكن انا بقول لك لا انا بقول لك النادي الاهلي، انا بقول لك ان بغض النظر عن هذا، لا انا بقول لك النادي الاهلي يرجع بفوز تمام لان كل لان النادي الاهلي مش دايما انت بتتعلم من الهزيمه بتاعتك، واحنا شفناها الموسم اللي فات لما النادي الاهلي اتغلب قدر يحافظ وكولر يصلح من اخطائه الدفاعيه اللي كانت موجوده وخد البطوله. لكن انت عشان تخسر تاني او تخسر بشكل وحش، لا انا بقول لك النادي الاهلي يتعلموا الدرس النهارده من الاستهتار اللاعبين، ان انت ما استغلتش الفرص اللي جات لك، ان في اخطاء، ان انت ممكن تفتح المباراه هناك بشكل كبير جدا. انا بقول لك النادي الاهلي ممكن يرجع بفوز من الحته برضو دي. انا مش بتكلم على درس النهارده، درس النهارده موجود، انا بتكلم على انك تلعب فريق بقوه صن داونز في جنوب افريقيا بالشكل اللي انت لعبت بيه الماتش الاخير اللي انت خسرت فيه. لا ما انت مش هتلعب كده، اكيد هتقفل الملعب. انا ورايي ان هو ممكن يلعب بثلاثة ديفندرات في الحته دي، لكن يبقى لهم ادوار هجوميه مع بيرسيتاو او رضا سليم او كهربا او اي حد او قفشه ان هو تبقى موجود في الحته دي. لكن انا بقول لك ان انت محتاج ان انت تقفل الملعب، ما تضايق المساحات بشكل كويس جدا، زي ما فرقه صن داونز عندها نقاط قوه كبيره فاروق في الحته الهجوميه او في نص الملعب، انت ممكن تستغل الحته الدفاعيه عندهم ضعف كبير جدا في الحته دي، فانت هتلاقي بيرسيتاو هتلاقي مركز بشكل كبير جدا، هتلاقي قفشه، هتلاقي رضا سليم، لا انت عندك لعيبه ممكن ان شاء الله ممكن امام عاشور يلحق المباراه يبقى، لكن في النادي الاهلي مش هتقدر او ان انت تفتح المباراه بشكل كبير في صن داونز. فوزي ماتش زي ده اعتقد ان تتعامل معاه ازاي؟ اعتقد اول حاجه هيريح اللعيبه اللي لعبت امبارح واللعب معظم اللعيبه اللي لعبت المباراتين زي علي معلول مثلا، زي رامي ربيعه، هيديهم فترة استشفاء أكبر شوية. دي رقم واحد. رقم اتنين، نتيجة للسفر الطويل أعتقد برضو أنه
هيلاعب لعيبه جديده، وانا هقول لك على تشكيل كده ممكن يكون خرافي بس اعتقد انه ممكن يبتدي بيه. يعني اكيد طب مثلا شناوي، محمد هاني، علي معلول، عبد المنعم، وجنبهم ياسر ابراهيم مش رامي ربيعه. وهقول لك ليه بيلعب رامي ربيعه هنا، عشان يبتدي يطلع بالكره من تحت. مشكلته مع ياسر ابراهيم هي الخروج بالكره من تحت، الخروج السليم. انما كناحيه دفاعيه وفي الدفاع الكومباكت ياسر ابراهيم بيدي مردود اكتر من رامي ربيعه. طب هو رامي ربيعه نجح النهارده في الاسلوب ده؟ يعني الى حد ما كانش فيه خطوره اصلا علينا، ما تقطعتش حاجات كتير. لا انا قصدي بان خروج بالكوره الى حد ما الشوط الاولاني كان كويس، الشوط الاولاني كان كويس قوي. يمكن الشوط الثاني لما احنا انفصلنا نص الملعب عن خط الهجوم بقى في مشكله عنده شويه. ماشي ادي رقم واحد. رقم اتنين، يعني انا شايف ان الاحسن ياسر ابراهيم يبتدي مكان رامي ربيعه. ثلاثي المنتصف ثلاثه زي ما كتبت، ثلاثه وثلاثه صراح، ثلاثه صراح، كوكا في النص مش مروان، وهيلاعب ناحيه اليمين ديانج، وناحيه الشمال امام عاشور. لو امام عاشور مش سليم هيحط مروان في النص ويخلي كوكا ناحيه الشمال، ده توقعي. وهيلعب بالثلاثي اللي قدام كهربا زي ما هو، ورضا سليم ناحيه الشمال، وطاهر مش بعتك ولا بس فضل. النهارده مروان عطيه من اللعيبه كويسه جدا وعاملين شغل كويس. طب انا هقول لحياتك حاجه، انت محتاجه في الحته دي لان عنده خبرات وما بيخافش. كنت متخيل ان كوكا يبتدي ماتش سيمبا اللي هناك؟ لا معلش، بس انت في فرق ان انت عندك سرعات في فرقه سان داونز المجموعه دي، لان انت محتاج ان انت تكسب ومحتاج ان انت. انا بقول لحضرتك عشان هو يريح يا كابتن، قصدي انت مش هتريح، انت في ماتش سان داونز بالذات ما فيش حاجه اسمها تريح. خلاص يبقى انا محتاج ان انا كل اللعيبه، انا بقول لك انت محتاج كل اللعيبه اللي عندها خبرات في الملعب ده في الماتش ده بالذات ان انت يبقوا موجودين في الملعب النهارده، لان لازم يلم ورا الاثنين، لان انت ديانج بياخد طرف ساعات كتير. انا بقول لك بياخد طرف، فانت محتاج ان حد يغطي او يبقى سبورت تحت المهاجمين. هو مروان عطيه احسن واحد يعملها، مش معترض يعني. ممكن يبقى هنقول مروان واليو ديانج وامام عاشور. كمل لي مروان واليو ديانج وامام عاشور، مش فارق مروان او كوكا، اي حد من الاثنين. ماشي هنقول مروان. الثلاثي الامامي اعتقد كهربا، رضا سليم ناحيه الشمال، حاجه من الاثنين، يا يدي طاهر يا يدي بيرسي ويصر عليه، يا هيدي طاهر محمد طاهر. وهقول لك ليه. طاهر بيعرف يدافع كويس قوي مع الباك ليفت اللي عندهم، عندهم باك ليفت عالمي. في ناس يقول لك بيرسي هو عارفهم وجاب جول الماتش اللي فات اخر ماتش معاه. طب اسمع، انا رايح اغامر ولا رايح العب كوره كابتن؟ لا بس انا عاوز انت عندك انت لازم تستغل الاخطاء الخط الدفاع بتاع سان داونز، زي ما بيقول كابتن عندك سرعه. حلو محمد هاني بيهاجم على طول؟ لا. طيب يبقى احنا معتمدين على بيرسي تاو، بس في الناحيه الدفاعيه بيرسي تاو بيرجع يدافع. بس خلي بالك انت موقف محمد هاني لان انت بتدي حريه لعلي معلول انه يرجع في وقت من الاوقات. كنت بشوف بيرسي تاو موجود مع هاني يا عم. لا لا بيرسي تاو ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش بس موجود، ما بيعرفش موجود كلاعب. هو انت اصلا عايز اللعيب يبقى عنده الهجوم زي الدفاع اللي في المكان ده؟ انا عايز في الماتش ده دلوقتي يا فندم. هو طاهر زي برضو زي يعني، هل هو دفاعه زي هجومه؟ لا طاهر هجوميا ممكن يكون اقل من، اكيد اقل من بيرسي تاو، ولكن دفاعيا هو اقوى واحد في الرباعي اللي بيلعب تحت راس الحربه بيدافع. فانا عشان كده بقول الماتش ده بالذات عايز طاهر في الحته دي. الناحيه الثانيه ليه رضا سليم؟ لان حسين شحات في الحاجات دي مش هينفع هناك، ممكن ينفعنا هنا. لما هم يلعبوا دفاع ضاغط هبقى محتاج ان انا عايز شحات يعدي. انما هم هيبقوا بيهاجموك، ورضا سليم بيدافع كويس جدا وبيعرف يهاجم في المرتدات كويس جدا، عنده سرعه حاجه مهمه جدا. طب ليه انا ما العبش؟ بص يا ابو حميد، في ماتشات بتبقى رؤيه المدير الفني، ليه انا ما العبش باثنين ديفندر صراحه زي ديانج ومروان عطيه واحط قفشه قدامهم؟ لا مش هعملها. ما انا بقول لك احط قفشه يعني مش ثلاثه يعني. لا ما تلعب، ما ممكن في وقت من الاوقات اللي انت ممكن تلعب كده. يعني انت النهارده فاروق النادي الاهلي مش محتاج ان انت تلعب بثلاثه. احنا بنقول ثلاثه ليه؟ ان انت تقفل الملعب وتضيق المساحات. بس انت قلت كابتن ثلاثه. ما انا قلت ثلاثه، لكن انت وجهه نظر، ما في وجهه نظر كتير. الراجل بيبقى عنده حلول، بيبقى حاطط وجهه نظرك في ماتش زي ده، في مدير فني. لا ماتش زي بص، ما انت لو انت بتتكلم توهنيش، مش هتوهك، لان المديرين الفنيين بيبقى عنده سيناريوهات كتير للمباراه. انت محتاج من المباراه محتاج ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه. سواء خلي بالك مع سان داونز، لا بره الملعب بيلعب بطريقه هجوميه وبيلعب على المكسب، وجوه الملعب عنده بيلعب بنفس الطريقه. لكن انت ممكن تحط حاجات حلول. طب ثلاثة ليه واثنين ليه كابتن؟ ثلاثة ان انت لازم تقفل الملعب عشان الناس اللي عندها سرعات لفرقة سان داونز. طيب لكن انت اتنين؟ انت عشان لو اثنين ان انت ممكن تستغل نقطة الضعف اللي عندهم في خط الدفاع بتاع فرقة سان داونز، ان انت يبقى موجود رضا سليم، بيرسي تاو، قفشة، كهربا.
ان انت تعرف. طب ما الاثنين عكس بعض، لان هنا انت بتقفل وهنا بتفتح نص ملعبك. ماشي، بس انا عايز اعمل المباراه، فرصه لان هم بيعرفوا ينقلوا في نص. انت في النهايه عايز اعمل المباراه، انا عايز اكسب. انا برضو النادي الاهلي، انت مش رايح تدافع او مش رايح. انت في الماتش اللي انت خسرت فيه كنت رايح تكسب. ما ممكن يكون بص يا فاروق، مع كل مباراه وليها ظروفها. النهارده ممكن يكون اللعيبه مش في حالتها، الوضع مختلف دلوقتي، الوقت وضع مختلف. انت النهارده اللعيبه، واحمد عارف الكلام ده، ان انت لو انت رحت سان داونز انت في ذهنك الهزيمه اللي قبل كده، فدي مش هتتكرر تاني. فالراجل لما المدير الفني بيحط سيناريوهات للمباراه، ان انت ممكن تغير في اي وقت الشكل، خصوصا ان انت عندك لعيبه تقدر بعد الصفقات اللي جت، اللي هو رضا سليم، امام عاشور، يقدر يغيروا لك نتيجه المباراه. انا شايف يا كابتن ان هو هيلعب 4-3-3 صريحه، ويا رب يكون امام عاشور موجود عشان يقدر يحللوا الناحيه. 4-3-3 صريحه دي يا فوزي، بناء على انك رايح تلعب ماتش بره، ما انت لعبت سيمبا بره ولعبت باتنين، ولا عشان الماتش عشان الفرقه اللي انت لعبته السنه اللي فاتت؟ طيب، اولا المباراه السابقه حط عليك ضغط. طريقه لعب فرقه سان داونز، بيلعب جيم مفتوح 4-2-3-1 صريحه، بوجود واحد تحت راس الحربه، وده اللي هو يعني ده اللي بيلعبهم الشغل كله. فانا هنزل معاه الديفندر اللي سائط من الثلاثه، اللي هو وليكن مروان عطيه، والاثنين اذا كان ديانج وامام عاشور، هيحلوا لي في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه. دي وجهه نظري. طيب ليه ما اختار انا ليه اخترت طاهر مثلا او بيرسي ده، اي حد سريع؟ وليه الناحيه الثانيه اخترت رضا سليم؟ لان انا عايز سرعات تنفعني في الناحيه الدفاعيه وتنفعني في الناحيه الهجوميه. انت بتقول طاهر محمد طاهر، انا استحاله ان انا لعب طاهر محمد طاهر، وانا طاهر محمد طاهر ما عندوش حلول. انت النهارده بيكون عندي بيرسي تا، وعندي حسين الشحات، وعندي امام عاشور، وعندي رضا سليم. خلي بالك، انت لما بتقول طاهر محمد طاهر، انت مش محتاج ان انت تدافع، انت بتلعب بثلاثه ديفندر. انت قلت حاجه كويسه، ان انت بتلعب بثلاثه ديفندر، فانت مش محتاج حد من اللي قدام يرجع لي، لان انت عندك ايه، وهو بيدي حريه لعلي معلول ان هو يهاجم من ناحيه الشمال، بحيث ان محمد هاني بيبقى ممكن يبقى بكراي. هو الثابت، هو اللي ثابت، عشان لو زقنا الخط يبقى محمد هاني سد باك الثالث من الناحيه الثانيه. بتلعب بثلاثه، وعندك مروان عطيه ثابت في نص الملعب، بيدي على ان بيغطي ورا ديانج ورا امام عاشور. لكن انا بقول لك، لكن انا قصدي بص يا كابتن، انا قصدي في قصه طاهر دي، ان انا عايز حد يرجع يدافع مع الباك ليفت بتاعه، لان ده من اخطر اللعيبه اللي متواجدين في فرقه سان داونز. ممكن يكون اختلاف في وجهات النقص، حضرتك بتتكلم صح، ان ممكن تاو راكب عليهم، وهو اللي جاب السنه اللي فاتت الهدفين لما خسرنا 5-2، هو اللي جاب الهدفين فيهم، وهنا جاب فيهم هدف. فممكن يكون راكب عليهم، فرجليه في الملعب اكتر، وبيعرف يتعامل معاهم وبيجيب فيهم اهداف، فممكن يكون تاو. انا غرضي كله ان انا لازم المباراه دي كمية الجري اللي تبقى موجودة تبقى اعلى ناس موجودة بتعرف تعمل الكامباك، وفي نفس الوقت تعمل فاست بريك، يعني يعملوا الاثنين مع بعض في وقت واحد. اداء امتى التحول الدفاعي يكون سريع، وامتى التحول الهجومي يكون سريع. فانا عشان كده اخترت اللعيبه دي. انما يعني مثلا ماتش زي ده قفشه ما ينفعوش خالص، قفشه ما عندوش سرعه حركه ولا سرعه اداء ولا ممكن سرعة. يبقى موجود في وقت من الاوقات، لو انا مثلا ايه الدنيا يعني فرق هدف او عايز امسك كوره، عايز امسك كوره متعادل وعايز اضيع وقت، فانا بحتاج واحد يقف لي على الكوره ويطلع الناس من تحتيه. دي حاجه مهمه جدا. انما يبتدي المباراه من اولها، انا شايف انه هتبقى مش ايجابيه خالص. انا رايح هناك ليه؟ مش عشان اخسر. ورايح هناك ليه؟ مش عشان افرد نفسي واقول انا النادي الاهلي، واعمل زي ما عملت يعني مع سيمبا مثلا في الماتش اللي هناك. رحت نفخت ريشي ولعبت بجيم مفتوحه يا كابتن، جبت جون، وفي اول 5 دقايق في الشوط الثاني ولا اول ربع ساعه اتخطفت 2 وابتديت ارجع للجيم. مع الفارق الحقيقه، مع الفارق، مع الفارق، مع فرق الفرقه اللي انت هتواجهها. طب انا عايز اسالك سؤال مهم، يعني في صن داونز اتفرجت على الماتش اللي بعده؟ اتفرجت على الشوط الثاني بس. طرد منهم في الدقيقه الثانيه واكن مفيش حد اتطرد ولا حاجه. هل صن داونز هجمات خطيره، ولولا جيمس الجون بتاع بيترو اتلتيكو كانوا طلعوا كسبانين المباراه. طيب هل صن داونز اختلف عن السنه فاتت، ولا زي ما هو، ولا تطور؟ لا اعتقد انه تطور في الناحيه الدفاعيه جدا، بدليل ان بيترو اتلتيكو في فتره من الفترات كانت بتلعب باثنين راس حربه واثنين طايرين وواحد تحتيهم، يعني بيلعب بخماسي وهم كان عندهم رباعي بس بيدافع، ومع ذلك كانوا بيتعاملوا عندهم الراجل رقم 4 الطويل اللي في القلب في السرد باكين دول، اي حاجه عاليه يمين وشمال ما شاء الله بيتعامل معاها كويس جدا. الناحيه الدفاعيه عندهم بقت قويه جدا، ولكن هم على نفس الستايل بتاعهم، بيلعبوا نفس الكره بتاعتهم، ونفس عندهم ميزه كمان، بيتحركوا بشكل كويس، وما عندهم لا مركزيه بيعملوها وانتشارهم سريع يا فاروق. وبعدين الميزه عندهم ان هم بيلعبوا على الجون، فلازم النادي الاهلي يبقى مركز بشكل كبير جدا، بيسددوا بشكل غير طبيعي. ما انا بقول لك ده بيسددوا من اي حته جديد عندهم. ما انا بقول لك مهم جدا بقى، سوري يا كابتن، ليها اقولها لفوزي.
فوزي، فكره ان الشناوي يتم التسديد عليه في الماتش ده، ولو احنا قلنا ان الماتش، هل ممكن يكون الماتش الاخير امام سان داونز ممكن يبقى سايب اثر على الشناوي؟ طيب هو فبالتالي يبقى وهو نازل عنده حاله من القلق، ولما يتم التسديد عليه ممكن يبقى فيه اخطاء. الاخطاء الفتره اللي فاتت للشناوي كانت موجوده الحقيقه، يعني في اجمالي المباريات الاخطاء ما كانتش عاليه قوي، يمكن ماتش سيمبا اللي هناك، انما غير كده لما تيجي تتفرج على ماتشات منتخب مصر، هو اللي شايلنا في ماتش الجزائر مثلا، الماتشات اللي قبلها هنا في الدوري كان ليه تدخلات حاسمه واحنا كسبانين 1-0 بيشيل انفرادات عشان تكسب. فالشناوي على طول ليه تدخلات حاسمه مع النادي الاهلي، ودي حاجه ايجابيه كويسه جدا. ناهيك ان هو يعني ما فيش حارس قد الشناوي دلوقتي في مستواه. طيب نتعامل ازاي مع المباراه اللي جايه؟ اول حاجه الشناوي مش عايز تمرين، الشناوي عايز تعامل نفسي بس في الفتره اللي جايه، اربع ايام جايين. هل الشناوي بس؟ لا، اربع ايام جايين. لا، ما هو اكيد الشناوي ومصطفى لازم الموضوع ولا كله، ولا اللعيبه كلها؟ لا، اللعيبه كلها تاهيل نفسي بس، انا بتكلم على الشناوي ده. يمكن في المباراه بتاعه الخمسه يعني كان غلط في هدف او اتنين، وكره اتشطت من 40 يارده ودخلت في الزاويه بتاعته فوقيه، فهو ممكن يكون في ناحيه ايه سلبيه، فانا لازم كمدرب حراس انا لازم اتعامل معاه من ناحيه ما يتمش التغاضي عنها يعني. لا لازم طبعاً اتكلم فيها. لا طبعا لازم اتكلم فيها واقول له ان السنه اللي فاتت انت جه فيك جون من الحته الفلانيه، ولازم هم بيشوطوا من الحته الفلانيه، فلازم تبقى مركز ال 90 دقيقه، او عادي لو غلطت في واحده انت اللي هتشيلنا، وانت 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 وليه ما تتفرجش النادي الاهلي ما تتفرجش على فرقه سان داونز وتدرسها بشكل كويس في الفتره اللي جايه، خلي بالك ده هيجيبوا لهم الماتش اللي هنا والماتش اللي هناك، يعني هيتفرجوا عليه وتعرف النقاط الضعف ايه والقوه ايه عشان تقدر. لكن عايز اقول لك على حاجه برضو في النهايه يا احمد، انت النادي الاهلي. لا طبعا انت النادي الاهلي، زي ما النهارده النادي سان داونز لما بيكسب النادي الاهلي، يعني احنا ما كناش نسمع عن سان داونز بشكل كبير جدا، لكن انت النهارده لما بتيجي تتكلم عن النادي الاهلي انت عايز ايه من المباراه؟ يسيبك بقى من الماتشات اللي فاتت ان انت كنت مغلوب او لكن انا عايز اقول لك، انا بقول لك النادي الاهلي لازم يروح هناك تقفل الملعب، لكن في نفس الوقت يكون عندك تطور في الحته الهجوميه، ان انا رايح اكسب، انا بلعب على البطوله. فانت النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي مش هترضى لغير بالبطوله، فرقه كويسه، فرقه محترمه، لكن انت عندك صفقات كويسه السنه دي، لا الشكل كويس، انت بطل افريقيا، اختلف، فانت الاهلي اختلف بشكل كبير جدا، فاعتقد ان الاخطاء لازم تبقى قليله في الحته دي. وسيبك بقى ان احنا بنلعب في الحر وفي البس، لا انت واخد على احنا بنلعب الساعه 7، ما انا بقول لك يعني انت مش بتلعب الساعه 3، فانت يعني مالك الساعه 7 هناك، خلي بالك. طيب ما انا بقول لك، ما انت مالكش حجه، انا بقول لك، انا بقول لك لعيبه النادي الاهلي لا انسوا المباراه، ومش هتفكر في المباراه زي ما الناس تطلع تقول النادي كولر واللعيبه بتفكر في المباراه، لكن انا عايز ايه؟ انا عاوز اخد البطوله، لان دي اول نسخه، والنادي الاهلي يمكن عنده حافز انه بيلعب على البطوله بشكل كويس ان شاء الله. بس انا برضو عندي نقطه، ان انا لازم زي خلي بالك هم برضو بيعملوا لنا 100 حساب من دلوقتي طبعا. يعني واحنا قاعدين بنذاكرهم، هم اكيد بيذاكرونا دلوقتي بطل افريقيا بالظبط، فهم برضو زي ما انت لازم تحترمهم اكيد، لان هم محترمينك. فانا عشان كده بقول لمستر كولر مش لازم يبقى الاداء جمالي في كل وقت، زي ما انا عندي يعني انا النهارده عندي حاجه سلبيه جدا، ليه انا كلاعب في الملعب عايز اجيب جون جمال؟ يا عم هات جون الاول وبعدين بعد كده ادور على الجون الجمال ده بظهرك ببطنك بظهرك ان شاء الله تجيبه بقفاك، بس المهم تجيب الهدف اللي يركبك لا قصدك لما تبقى ماشيه معاك اعمل اللي انت عايزه، لكن انت جيب جون ريح نفسك. عشان يعني انا عاوز اقول لك حاجه، في مباراه النهارده النادي الاهلي هو اللي دخل سيمبا في المباراه، لان انت في الشوط الاولاني زي ما قال الكابتن احمد ان انت فرقه سيمبا ما جاتش، لو جبت جون من اول دقيقه كنت هتكسب 6-7، وغادي كان المباراه تخلص من بدايه اللقاء. اذا اللي انت تقصده يا كابتن انت وكابتن ابو الدهب، ان الخطا اللي ممكن يكون وقع فيه كولر في مباراه سان داونز السنه اللي فاتت لا يمكن هيقع فيه السنه المباراه القادمه، استحاله، لان هو تداركه بعد كده كان على طول بيلعب 4-2-3-1 ثانيه اصلا. بعد المباراه دي الاهلي بقى يلعب 4-3-3 بس بكل الطرق، لا وصلح من اخطائك وخدت البطوله كتير. حتى لعبت كتير وصلحت من اخطائك، وابتديت كمان تبقى عندك بتروح تجيب جون واثنين وثلاثة يا فاروق، والاخطاء قلت بشكل كويس وشفنا تألق. لكن انا بكلمك انا مع احمد ان انت لازم ياسر ابراهيم يبقى موجود في الحته ديت، خصوصا انه بيلعب بدماغه في ال 18 ولعيب كويس ولعيب راجل. رامي ربيع عمل ماتشين كويسين جدا، لكن كل مباراه ليها ظروفها، ان انت محتاج ان انت تقفل بشكل كويس. كان في غلطه النهارده قبل ما اروح للتقييمات كابتن، اعتماد عبد المنعم على الشناوي والشناوي على عبد المنعم، حاجات اللي زي كده لازم يكون في كلام، ولازم انت عارف طبعا الحاجات دي
لو حصلت مع سان داونز ما بيجلوش. لا ما بيجلوش الحقيقه دي حقيقه. اتمنى ان ما تحصلش يعني. ان شاء الله مش يعني خلي بالك احنا كنا بنتكلم انا وكابتن احمد انا فيها عليها؟ حتى بقول لك اتكلمت عليها؟ اتكلمنا عليها في الاوضه على فكره قبل ما تخش. لا محمد عبد المنعم لازم يشيل والشناوي مثلا برضه ما يعتمدش برضه يعني لا 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 لازم انا 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 لازم اتكلم حتى لا وخصوصا ان انت كان الولد كان بتاع سيمبا كان فاتح سبرنت لو كان الحقيقه كان جول لكن انت محمد عبد المنعم بامانه لازم يشيل يا فاروق هو كان ممكن يحطها يعني رائد راح انا ليه كلمه بص يعني بعض الاخطاء بعض الاخطاء اللي بتيجي في الحراس لما باجي اكلمهم بقول لهم ده خطا تنظيمي يعني ايه خطا تنظيمي يعني التنظيم بتاعك عن طريق الفم انت عن طريق بقك بالسماع انت بتوجه الخط بتاعك لما يجي الكابتن ابو الدهب الكره في احد ضغط عليه شيل شيل والتون بتاعي لازم يديك يعبر عن الموضوع الوضع نفسه الخط الخطوره قدامها قد ايه قريبه ولا بعيده وفي ممكن تقول له شيل شيل يعني في خلي بالك كمان الشناوي رجع طلع طلع ورجع فدي ادت حق لمحمد عبد المنعم ان هو خلاص بتاعه الشناوي يعني فهو هو سابها له حتى حجز على الكوره عشان كده لازم الشناوي لا الشناوي لازم يقول له شيل ده الشناوي خبراته مع دي كانت عدم تركيز يا فاروق مع ده اللي احنا بنقوله المباراه النهارده كان في بعض عدم طيب تسمحوا لي ناخد تقييمات اللعيبه النهارده بالنسبه للمباراه هبتديها بالشناوي كابتن فوزي تديله كام من 10 ما جاتلوش حاجه عشان ما نظلموش يعني هو الخط التنظيمي ده والله في يعني كوره كانت اوفسايد شالها كان انفراد فاكرها لا اتنين اوفسايد شالها واحده الشوط الاولاني ودخل الراجل خبطه فيها وهو بيترمي والثانيه اللي في اخر دقيقه في الماتش اللي اتعملت بالدماغ والراجل حط رجليه وهو حط رجليه معاه دي برضو فلو هتحسب الاوفسايدات يبقى 9 من 10 لان هو طبعا عمل لو هتحسب الاوفسايدات يبقى 9 من 10 كابتن 8 تمام طيب محمد هاني كابتن ابو الذهب ياخد 6 كابتن فوزي نفس التقييم تقريبا رامي ربيع كابتن وداب 8 كابتن 7 محمد عبد المنعم فوزي 8 ياخد 8 تمام معلول فوزي يمكن عشان الهدف بس ورجوعه في الشوط الثاني ممكن يوصل ل 7 ونص 8 معلول مش معلول لا خالص 7 7 ها طيب ديانج يعني ديانج يعني ختم كويس قوي انا اديله 9 كابتن ابو الدهب 8 مروان عطيه 9 9 انتوا الاثنين في نفس واحد قفشه كابتن فوزي انا قفشه 7 لا 8 كان كويس قوي النهارده فرق طيب بيرستاو كابتن ابو الدهب لا 6 كابتن مش عارف 5 ما عجبكش النهارده خالص ضيع حاجات سهله جدا الكره اللي بالعرض دي غريبه قوي لا وفي واحده كمان الشوط الاولاني خلينا نفكر فيها في التفكيرين على فكره كان عاوز يبص أيوه. كان عاوز يسندها وبعدين عاوز يحطها مره واحده هو ده فخبطت في رجله وطلعت بره لا انا شايف ان بيرسي النهارده من اقل ماتشاته مع النادي الاهلي من ساعه ما جه طيب حسين الشحات انا 7 7 7 فاروق كهربا يعني 8 ونص 8 طيب مودست ما اقدرش اقيمه اتفضل كابتن ابو الدهب مودست ما جاش انا ما اقدرش اقيمه واحد بيلعب 4 دقايق على 3 بما ان احنا اتكلمنا على كولر الحقيقه في تشكيلته بدايه التشكيل والتغييرات تدي له تقييم النهارده كابتن فوزي كام من 10 يعني ادارته اللقاء يعني لا الاداره حاجه والتشكيل حاجه انا شايف التشكيل من يعني التشكيل هايل تشكيل هايل البدايه بتاعت التشكيل هايله مفيش حد ممكن ما يبقاش موجود في الملعب انما في الاخر او في التلت ساعه الاخيره كنت اتمنى انه يتدخل احسن من كده فنديله 7 6 من 10 6 من 10 لا انا بتكلم على التغييرات لا كان لازم يتدخل يا فاروق يعني انت في وقت في المدير الفني بيتدخل لا انت بتديله 10 من 10 لا التشكيل زي ما قال ابو حميد ان انت التشكيل كويس وقد وانا بقول لك في المباراه اللي لعبت النادي الاهلي عملوا كل حاجه وصلنا كتير لكن في وقت يا فاروق ان كان النادي كولر كان لازم يتدخل في وقت معين اللي هو الربع ساعه الاخيره اللي بدات سيمبا تمسك الكوره في الوقت ده طيب قبل ما اختم معاكم كان هدف طبعا للنادي الاهلي النهارده من وجود الجماهير ان تضامنا مع فلسطين الحقيقه لعيبه النهارده من خلال الصوره اللي ورا الكباتن كانوا موجودين بالتيشيرتات دعما لغزه وفلسطين وبالتالي ده شيء رائع وشيء مهم جدا حصل من اللعيبه وبالتالي طبعا من اداره النادي الاهلي قبلهم. كباتن انا بشكركم حبيبي كابتن فوزي بشكرك والله شرفت كابتن ابو الدهب حبيبي نورت وشرفت حبيبي كابتن رضا ان شاء الله ان شاء الله هنكون معاكم بكره في حلقه جديده مع البريمو ولكن مع زميلي اسلام صادق تصبحوا على خير.